خير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه في النصف الثاني من هذه الحلقه. يمكن معظم هذه الحلقه الحقيقه هيكون حوار سجلناه صباح اليوم مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه، يتحدث فيه عن استعدادات وزاره الداخليه لتامين تظاهرات 30 يونيو. الوزير تعهد امام المواطنين بعدم المساس بالمتظاهرين، تعهد بحمايه المنشات العامه، تعهد بمحاوله الفصل بين المتظاهرين سواء من لو كانوا من فصائل مختلفة. ناشد المواطنين انه الفصيل الاسلامي ما ينزلش يوم مظاهرات الفصيل المدني والعكس صحيح، واتكلم انه ان الداخلية لن تؤمن مقرات الاحزاب، لن تؤمن الحرية والعدالة او مكتب الارشاد، واتكلم ايضا عن قصص كتيرة عن الممنوعين من الدخول من حماس، اتكلم ايضا عن جنسية اولاد مرسي الذين وقع بنفسه على قرار منحهم موافقته على منحهم الجنسية الامريكية وازدواج الجنسية، يعني يكون لديهم جنسيتين، وده الخبر اللي اتنشر في الجريدة الرسمية منذ ايام قليلة بتاريخ 25 مايو. تفاصيل كتيرة جدا، اتكلم على الارهاب، عن سينا، عن الضباط، عن نادي الضباط، عن علاقته بالضباط، عن أخوانة الداخلية، عن علاقته بالفصائل المختلفة، وأيضا عن ما يشاع حول إقالته ومطالبات التيار الإسلامي بإقالته. كل ده في حوار الحقيقة يعني أعتقد أنه كان ساخن مع السيد وزير الداخلية في النصف الثاني من هذه الحلقة. لكن النهاردة عندنا الحقيقة أخبار سريعا، ما قدمناش غير نص ساعة من الأخبار سريعا، عندنا أخبار كتيرة. أولا عندنا حالة الغضب التي تعتري المحافظات السبع التي عين فيها محافظين من الإخوان، هنكلمكم أيضا عن تصريحات عصام العريان تحت قبة مجلس الشورى والتي هاجم فيها بعنف دولة الإمارات، وقال نطالب الخارجية بإرسال رسالة إلى دولة الإمارات مفادها كونوا ملوكا في التعامل مع العرب وليس عبيدا مع الفرس. هذه التصريحات يعني أعلن الحرية والعدالة تبرؤه منها، وقال دكتور سعد الكتاتني أن ما نشر أن هذه التصريحات لا علاقة للحزب ولا تمثل حزب الحرية والعدالة. هنعرف ردود الأفعال في الإمارات ونعرف ردود الأفعال من وزارة الخارجية ومن أيضا الأوساط، لأن هناك مطالبات على الصحف الإماراتية. جالف نيوز النهاردة يعني منذ قليل مقالات تطالب بقطع العلاقات بين الإمارات ومصر جراء هذه التصريحات. خلونا نبدأ بموجة الغضب التي اجتاحت المحافظات، والحقيقة أن موجة الغضب دي مش بس موجة غضب شعبية، لكنها أيضا يعني في حالة من الدهشة يعني عكست أو عكستها الصحف الأجنبية، رويترز، نيويورك تايمز، بلومبرج، صحيفة أسبانية منذ قليل قريتها بتتكلم على استنكار والدهشة من تعيين محافظ في مدينة الأقصر التي تحوي تلت آثار العالم، إن هذه المدينة يعين لها محافظ من الجماعة الإسلامية من حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية. هذه الجماعة التي قتلت بل ذبحت 62 سائح في عام 97، وكان المحافظ الجديد هو عادل أسعد، مهندس عادل أسعد محمد الخياط، أميرا للجماعة في أسيوط. فيعني الحقيقة أن هناك ذهول بالذات من قضية الأقصر، يعني في غضب شعبي في المحافظات ورفض للأخوانة، لكن في ذهول عالمي نتيجة ما حدث في الأقصر وتعيين محافظ يعني من الجماعة التي قتلت السياح في مدينة السياح.
وقالت الصحيفة الأسبانية أن مرسي يدق المسمار الأخير في نعشه قبل 30 يونيو بتعيين هذا المحافظ الذي ترفضه، يعني الفكرة نفسها غريبة جدا. طب خلونا نذهب إلى الفيوم ونعرف، لأن الفيوم اللي كان فيها الأحداث الدامية بالأمس وكان فيها احتكاكات بين الموالين وبين تمرد محمود عمر مراسلنا في الفيوم. محمود، الأوضاع في الفيوم النهاردة إيه؟ أستاذ رميس، الأوضاع في الفيوم امبارح انتهت الساعة 3:30 الفجر باحتكاكات عنيفة داخل شوارع مدينة الفيوم، أسفرت عن إصابة طبقا للتصريحات الرسمية لمديرية الصحة 47 مصاب دخلوا مستشفى الفيوم العام. استمرت الاشتباكات لغاية 3:30 الفجر أمام مقر الإخوان المسلمين، موجب من موجب غضب يعني بيتعشى محافظة الفيوم ضد الإخوان المسلمين. النهاردة أنا بكلمك حالة من ميدان السوائي، بال غير طبيعي على التوقيع على استمرارات حركة التمرد عكس كل يوم بيحصل. النهاردة القوى الثورية استقبلت محافظ الفيوم أمام مبنى المحافظة برفع الأحذية في وجهه وهو داخل بسيارته مؤمنة بشكل كبير من قوات الأمن غير مسبوق. حالة غريبة بتحدث في محافظة الفيوم منذ كام ثورة 25 يناير، ما كانش الاتجاه كده ضد الحزب الوطني، يعني العنف الغريب ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد تعيين محافظ إخواني كل مؤهلاته أنه كان عضو في الحملة الانتخابية أو رئيس الحملة الانتخابية للمركز قدسة في انتخابات الرئيس محمد مرسي. طيب امبارح كان في كان هذا يعني كان في عنف، كان في حوالي 29 جريح نتيجة اشتباكات ما بين المؤيدين للإخوان وبين بعض أعضاء حملة التمرد أو المؤيدين لحملة التمرد، انتهى لإيه العنف ده يا محمود؟ العنف انتهى المحضر شرطة من قبل حركة التمرد ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، انتهى ب 47 مصاب دخلوا مستشفى الفيوم العام. حتى الآن القوى الثورية بتجتمع داخل مقراتها عشان تشوف ايه اللي هتعمله بكرة، ان من المحتمل تحصل مسيرة حاشدة تطوف شوارع الفيوم غدا من القوى الثورية. هل المحافظ ظهر بعد حلف اليمين ولا لسه ما ظهرش؟ دخل المحافظة في حراسة أمنية مشددة أمام يعني هتافات القوى الثورية ورفع الأحذية في وجهه داخل المحافظة. أشكرك محمود عمر مراسلنا في الفيوم، محافظ الفيوم واحد من 7 محافظين من تابعين لجماعة الإخوان المسلمين عينهم الدكتور مرسي في التعديل تعديل المحافظين الجديد. معي على الهاتف الأستاذ ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر. أستاذ ثروت، كيف تقرؤون تعيين المحافظ الجديد من الجماعة الإسلامية؟ مساء الخير يا استاذ لميس. مساء النور يا استاذ، اتفضل. والله هي في البدايه دي رساله سلبيه موجهه الى قطاع السياحه في مدينه الاقصر وشعبها بجميع طوائفه، لان تعيين عضو بارز من الجماعه الاسلاميه فيذكر اهالي الاقصر بمذبحه الاقصر عام 97. نعم. والتي قتل فيها اكثر من 62 سايح من مختلف الجنسيات في العالم، وكان له الأثر السلبي على الإضرار بالاقتصاد القومي والإضرار بالسياحة. طبعا استقبل هذا الخبر بغضب شديد من أهالي الأقصر، لأن أصلا إحنا تعبانين في السياحة والسياحة الثقافية تعبنا، وجميع الفئات اللي بتعمل في السياحة تم تشريد اكثر من 90% منهم، لان بدون سياحه حاليا نسبه السياحه لا تتعدى 7-8% 10%، ولكن بعد تعيين هذا المحافظ سوف تكون النسبه مفيش، تكاد مفيش، لان اكثر من وكالات انباء عالميه اتصلوا بينا، وفي تور اوبريتر اللي هم المنظمين رحلات في الخارج في انجلترا والمانيا كانوا بيستفسروا اليوم عن صحة مدى تعيين عضو الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، لأن الناس دول مش ناسيين أهاليهم اللي ماتوا وأبنائهم اللي ماتوا في حادث 97. طبعا. لأن كانت كارثة، يعني حادث المذبحة. تفتكر إيه الرسالة يا أستاذ ثروت؟ يعني إيه الرسالة اللي بيعايز الدكتور مرسي يرسلها للعالم أن يختار الأقصر بالذات اللي حصلت فيها هذه المذبحة ليذكر الناس برجل يعني موجود كان أميرا في الجماعة الإسلامية التي ذبحت الناس؟ دفن السياحة يا فندم، قتلها نهائيا. قتلها نهائيا. دفن السياحة كده كل سنة وانت طيبة، اذا كان عندنا امل تمام.
انا بستغرب ازاي جايب واحد من بارز من عضو الجماعه الاسلاميه. ده كمان في مفاجاه هيفجرها الاستاذ ضياء رشوان النهارده في احدى القنوات، ان المحافظ بتاع الاقصر كان من ضمن المخططين لهذه الجريمه، تمام، وهيفجر هذه المفاجاه النهارده، كان من ضمن المخططين. فهذه رساله هو حضرتك اصل المخططين كلهم بيعفوا عنهم، واللي بيرتكبوا الجرائم بياخدوا عفو رئاسي، والناس كلها قاعده معانا عادي جدا. ارتكب الجريمه يا حبيبي وتعالى لي بعد شويه. يعني الحقيقه موضوع صعب شويه. اشكرك استاذ ثروت عجمي رئيس غرفه شركات السياحه، الاستاذ منير فخري عبد النور وزير السياحه السابق. منير، كيف تقرا هذا التعيين؟ الحقيقه انا اعتقد انه اللي اتخذ قرار تعيين محافظ الاقصر لا يمكن، شوفي، لا يمكن ان يكون عائل. وعشان اكون واضح خليني اقول انه ما اعتقدش ان الدكتور محمد علي بشر وزير التنميه المحليه، لانه رجل عاقل، ما اعتقدش انه شارك في اتخاذ. المفروض انه وزير محنك، يعني بالذات الوزير بشر وزير محنك وفاهم، لا يمكن يكون شارك في اتخاذ هذا القرار، لانه مش ممكن انه اعين او يعين عضو في الجماعه الاسلاميه اللي ارتكبت مذبحه الاقصر سنه 97 وتسببت في ازمه طاحنه، ازمه اقتصاديه طاحنه نتيجه لتوقف السياحه اثر هذه المذبحه، نعينه محافظ الاقصر؟ مش ممكن، مش ممكن. ومش ممكن اعين اي عضو في الجماعه الاسلاميه اللي هي بتعتبر الاثار الفرعونيه اصنام محافظ الاقصر. يعني هي رساله، انا مش فاهم ايه الرساله اللي عاوزين الاخ محمد مرسي عاوز يبعتها للعالم او يبعتها للثقافه او للسياحه او للتاريخ او للتراث. هقول لك حاجه، يعني اما انهم فقدوا صوابهم وعقلهم او انهم قاصدين لهدم هذا البلد وهذا الوطن، او انه توزيع مناصب بلا وعي. هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، لا يمكن ان يستمر. يعني نعم، اشكرك استاذ منير فخري عبد النور وزير السياحه السابق. اذا يعني اذا كان في غضب شعبي في دمياط وفي وفي قنا والغربيه والدقهليه وحتى اسكندريه وفي القليوبيه، فالغضب في الاقصر امر اخر. الغضب في الاقصر غضب دولي، احنا عندنا كارثه دوليه بالنسبه للسياحه. طب ايه المسوغات؟ طب ازاي بنفكر؟ طب ايه الرساله اللي بنديها؟ طب اذا كان بالفعل، وانا لا ادري دقه هذه المعلومات، ان كان من المخططين لهذا الحادث، يبقى ايه بندي له جايزه انه خطط لقتل الناس ان كان ذلك صحيحا؟ انا ما اعرفش دقه هذه المعلومات. طب هذا رجل تقل بقتل السادات، يعني ما ينفعش ان احنا نعيش حياتنا. من قتل السادات نجده في احتفالات 6 اكتوبر، من قتل المحجوب وقتل فرج فوده اصبح يشرع لنا دستورنا ويشرع لنا قوانيننا، من قتلوا او شاركوا في قتل السياح الان هم محافظين على شعوب يعني المحافظات المختلفه. ايه الرساله اللي بنديها للناس؟ وايه الرساله اللي بنديها للعالم؟ وايه الرساله اللي بنديها للسياحه؟ هل أصبحت البلد تكية بنوزع فيها المناصب، المهم إن حد يسندني يوم 30 والمهم إن دول يسندونا بتوع غد الثورة يبقى معايا وبتاع الجماعة الإسلامية يبقى معايا؟ إيه الرسالة وكيف تفكرون إن كنتم عقلاء؟ هخرج فاصل وبعد الفاصل نتكلم على تصريحات العريان. حالة من الغليان أصابت أهالي عدد من المحافظات عقب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعيين 17 محافظا جديدا يحسب غالبيتهم على جماعة الإخوان المسلمين، لتؤجج بداخلهم مشاعر الغضب والتي ظهرت من خلال طريقة استقبالهم للمحافظين. احنا أساساً كنا رافضين المحافظ الأولاني أحمد علي، إن كنا بنقول إن هو ممكن يكون موالي شوية للنظام أيا كان النظام هو إيه، بس احنا دلوقتي جايب لنا محافظ إخوان 100%، ده أكيد إن احنا مش هنرفض الكلام ده ورافضينه تماما. كلهم اخوان
الاخوان والمحافظه جايه ده برضه من الاخوان. في ظل ان محافظه الفيوم ارتدت عن حكم الاخوان ورفضت جميع سياساتهم، يجيب لنا واحد اخواني ويزود العند مع الشعب ومع شعب الفيوم بالذات، الشعب اللي خلاص كره نظام الاخوان المسلمين تماما. هدوء حذر يسيطر على محافظة الفيوم عقب ليلة دامية شهدت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لتعيين محافظا معروفا بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ليسجل أبناء المحافظة رفضهم للأخوان بعد أن كانت من أكثر المحافظات دعما للرئيس في الانتخابات الرئاسية. طلعوا بمسيرة الإخوان وجو حضرتك عدوا من هنا، شبطوا مع الشباب بتاعنا، عيل صغير اتكلم معهم راحوا جابتين دخلوا على طول ضرب فينا بالشوم. دي حضرتك ظروف هم ضربنا بيها، يعني مين اللي قبلتك على مين؟ امبارح تم استقبال 49 حالة، 47 حالة في مستشفى الفيوم العام وحالتين في مستشفى رمد الفيوم. الإصابات كانت بتتراوح ما بين إصابات بالخرطوش أو جروح رضية أو جروح قطعية. مشهد بات مألوفا في الشارع السياسي ربما ينذر بطوفان جديد تشهده البلاد في الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع بدء العد التنازلي لانقضاء عام كامل على تنصيب الدكتور مرسي رئيسا للبلاد. أهلا بكم من جديد. معي على الهاتف الأستاذ عبد العزيز أبو سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الدستور بالغربية. أستاذ عبد العزيز، كيف استقبال المواطنين للدكتور أحمد البيلي؟ السلام عليكم وبحيي كل في الاستوديو. أهلا بك. الله يخليك يا أستاذ. احنا طبعا في محافظة الغربية النهاردة عملنا مظاهرة سلمية من الأحزاب السياسية حزب الدستور وحزب المصريين الأحرار والوفد والكرامة وكل القوى السياسية والثورية الشبابية لتعبير عن رفضنا لاعتماد المحافظ الدكتور أحمد محمد البيلي لمحافظة الغربية. ونحن حقيقة يا أستاذة أمام نظام يعتمد على أهل الثقة والجماعة والعشيرة وليس يعتمد على أهل الخبرة والكفاءة. طب ما يمكن المحافظ يطلع عنده كفاءات يعني تجعل الغربية محافظة أفضل، يعني هل الأفضل إن احنا اتفضل؟ ولكن نحن الان امام 28، يعني احنا عندنا في جمهوريه مصر العربيه 28 محافظ. نعم. نحن الان امام اكثر من 17 محافظ من الاخوان. اكيد فيهم ناس عندهم كفاءه وناس عديمه الكفاءه، بس احنا معلوماتنا عن الدكتور محمد البيلي ان هو دكتور صيدلي، فاذا يعني اين الخبره في الاداره المحليه؟ اين الخبره في اداره المؤسسات الحكوميه داخل محافظه الغربيه؟ هل هو معروف مثلا في معروف في اولاد ابناء الغربيه بس مش دايما المحافظ بيكون من المحافظه نفسها؟ والله كل المعلومات اللي وصلتنا من امبارح على الدكتور احمد البيلي ان هو فقط المسؤول، كان المسؤول الاداري لجماعه الاخوان المسلمين في دمياط، وليس له اي خبره اداريه وليس له اي خبره في اداره المؤسسات الحكوميه. طيب. وهذا فقط ما كنا ننتقده اليوم في مظاهره سلميه فقط في امام ديوان محافظه الغربيه، ولكن هناك بعض الشباب قد اصروا على اغلاق باب المحافظه وباب استراحه المحافظ كصوره رمزيه لاعتراضهم على تعيين محافظ من جماعه الاخوان وعضو من حزب الحريه والعداله بالغربيه. بشكرك استاذ. هناك مفارقه. نعم. ولكن هناك مفارقه غريبه ان كل محافظات الدلتا الغربيه والمنوفيه والشرقيه والتاهليه وكفر الشيخ، كل المحافظات التي معظمها صوتت ضد الاستفتاء وضد الدستور وضد جماعه الاخوان، كل يعني جميعهم من حزب الحريه والعداله. واعتقد ان هذا يعني يدل على ان لا يوجد هناك حزب سياسي يمتلكه الحزب الحاكم. لا، هي محاوله السيطره على كل محافظات الدلتا، يعني كل محافظات الدلتا يجب ان تكون في قبضه الاخوان. بشكرك استاذ عبد العزيز ابو سليمان عضو حزب الدستور بالغربيه. معي من المنوفيه الاستاذ محمود الحصري مدير مكتب الوطن. استاذ محمود، كيف استقبلت المنوفيه المحافظ الجديد؟ ومنوفيه طبعا محافظه قالت لا للدستور، واعتقد ادت الدكتور مرسي نسبه ضعيفه ايضا. نعم، محافظة المنوفية لها خصوصية في هذا الموضوع. لو تعلي صوتك شوية أستاذ محمود لو سمحت. نعم، محافظة المنوفية أود أن أوضح أن محافظة المنوفية بدأ محافظ طيلة 6 أشهر بعد تولي الدكتور محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية. وهي تجربة كما أكدت القوى السياسية تجربة فاشلة للدكتور محمد علي بشر، وأن المنوفية ترفض من جديد
تعيين محافظ إخواني بعد 6 أشهر من التهميش والعقاب على حد قول القوى السياسية، حيث أن المنوفية صوتت لصالح المرشح الآخر ضد مرسي، وكانت نسبة مرسي حوالي 30% صحيح. من أصوات المنايفة، وأيضا ما كان مدتش للدستور وأيضا نسبة التصويت ضد الدستور 51% في ظل تراجع شديد لشعبية جماعة الإخوان المسلمين. اليوم قام العشرات من أعضاء القوى السياسية والثورية حزب التجمع واتحاد الشباب التقدمي وستة ابريل بجبهتيها وعدد من اعضاء حملة التمرد، وكذلك شاهدنا الكثير من الاهالي تفاعلوا مع التظاهرة والاقصام امام ديوان عام المحافظة. النشطاء قاموا باغلاق بوابات ديوان عام المحافظة بالجنازير تعبيرا عن رفضهم لتعيين محافظ اخواني، و أعلنوا الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة، وكذلك عن نيتهم لمنع المهندس أحمد شعراوي المحافظ الجديد من دخول ديوان عام المحافظة. أيضا الأعداد في تزايد، الأعداد أمام ديوان عام المحافظة في تزايد بعد استخدام الميكروفونات والسيارات التي تجوب يعني الأعداد في تزايد حتى هذه اللحظة. نعم حتى هذه اللحظة. بشكرك محمود الحصري مدير مكتب الوطن في المنوفية. أنتقل الآن للخبر الآخر، وهو خبر مهم، وهو الهجوم الحاد الذي شنه الدكتور عصام العريان تحت قبة مجلس الشورى في لجنة الشؤون العربية والأمن القومي. كان الموضوع عن المعتقلين المصريين في الإمارات، وإحنا عارفين طبعا في عدد من المعتقلين بأسباب جنائية عفت عنهم الإمارات وخرجوا مع فضيلة الإمام الأكبر عند زيارته، لكن طبعا كان في خلاف حول ذلك، وكان في ممثل لوزارة الخارجية وهجم بشدة. وقال العريان في تحت قبة مجلس الشورى أن نطالبكم في الخارجية برسالة مفادها كونوا ملوكا في التعامل مع العرب وليس عبيدا مع الفرس. وقال لا يجب تجاهل أن هناك من يرى أن الثورات العربية تمثل تهديدا لها، ويجب إرسال رسالة قوية من الخارجية مفادها أن ما يحدث هو سلوك مشين ولا يعبر عن الأخلاق العربية وسنعكس سلبا. وأقول للإمارات أنتم لا تمسكون مصر من أيديها، من إيدها اللي بتوجعها والمصريين، ونواجه عصابة أمنية تدير ملفات بشكل خطير، ونقول للإمارات التسونامي مش جاي من مصر وإنما من إيران وباكستان، ومبارك كان بيشحت ومصر مش بتشحت، ومصر ومصر هتصرف على الناس كلها، ويجب أن يعودوا لرشدهم. الدكتور الكتتني أصدر بيانا منذ قليل قال فيه أن ما قاله العريان لا يمثل ولا يعبر وجهة نظر الحزب وموقفه الرسمي في محاولة للتبرؤ ولتهدئة الموقف. الدكتور مصطفى الفي المحلل السياسي والكاتب الكبير، مساء الخير يا دكتور. مساء النور. كيف تعلق على تصريحات الدكتور تصريحات العريان، خاصة وإن بدأت الصحف الإماراتية يعني جلف نيوز منذ قليل بمقالات تطالب بقطع العلاقات؟ طبعا يجب أن يحسب المرء تصريحاته، خصوصا إذا كانت تحت قبة البرلمان شعب أو شورى. والأخ الدكتور عصام العريان صديق قديم، وكان دايما بيزن كلماته، ولا أعرف لماذا أحيانا تفلت أعصابه ويدلي بتصريحات ربما كان هذا مقبولا عندما يتحدث باسم الجماعة في الداخل، إنما عندما يتحدث باسم وطن مثل مصر ومواجهة الأشقاء في الخليج بيترك أثر عنيف جدا. ويجب أن نحاسب على كل ما نقول وأن نشعر في المسؤولية فيما نتحدث. وأنا رأيي أن حكاية التهديد بإيران لدول الخليج ده أصعب شيء يمكن أن يوجه كرسالة سلبية لمنطقة الخليج، لأنه هو أنت الحضن الدافئ له في النهاية مصر. فإذا كنت تقول له أن التسونامي جاي من هناك فهذا أمر يعني خطير للغاية، وأنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات تسيء إلينا، وإحنا كل يوم مغرمين أن احنا نخسر أرضية جديدة على المستوى الإقليمي. لا أعرف إلى متى سوف نمضي في هذا الطريق. هل ترى أن ده جزء دكتور ده جزء من التراشق اللي بين جماعة الإخوان وبين ضحي خلفان أيضا في الإمارات، يعني ده جزء من التراشق؟ لحد كبير، لأنه الجماعة لها عدد من المعتقلين هناك،
متهمين بأنهم بيعملوا خلية للإخوان المسلمين على حد تعبير دولة الإمارات، ولم يفرج عنهم، وكان في بعض التشدد في مواجهتهم، وأفرج عن باقي المسجونين الجنائيين كما تفضلت أنت في المقدمة. وبالتالي هناك شعور بأن هناك استهداف للجماعة من قبل السلطات الإماراتية، خصوصا موقف الفريق ضاحي خلفان اللي هو مدير شرطة دبي الذي لا يعلو جهدا في توجيه عبارات حادة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولا يجب أن تكون مصر الكبيرة أبدا مستعدة للرد على كل شيء بهذه الطريقة. هم أشقائنا ونحتاجهم ويحتاجونا، وكل في مبارك ما تشائي. صحيح كان بيحاول يشحط علينا زي ماشي، حقبل هذه العبارة الجارحة، ولكنه كان يعرف كيف يعامل هذه الدول بقدر من الاحترام. واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا بنشحط من قطر كمان يعني. الندية ما اعرفش يعني. نفس الشيء، حلال هنا حلال هنا حرام هناك. يعني مش ممكن الكلام بالطريقة دي ابدا. انا الحقيقة فزعت لهذه التصريحات عندما سمعتها منذ ساعة تقريبا، وشعرت اننا نتجه الى ان نخسر ارضية كل يوم. خلاص الكل يعني، شوفي المشاكل التي تأتينا من سيناء، التطاول الذي يأتي من منابع النيل بسبب أخطائنا وأسلوب ردنا وفضيحة الاجتماع المعلن على العالم كله، والآن نأتي لنخسر أرضية أيضا في الخليج. وأنا عايز أقول كل دول الخليج وحدة واحدة، وعندما نفتح معركة مع دولة طبعا الكل يأخذ موقف يعني متحد. المجلس التعاون الخليجي هو أقوى المنظمات الإقليمية على المستوى العربي، فلا يتصور أحد أننا سوف نهاجم دولة والباقي سوف يكون راضيا. طبعا قطر نموذج خاص ولا أحب أن أسيء إليها، ولكن أنا كدولة شقيقة أيضا، وأقول يجب التعامل مع كل دول الخليج بقدر كبير جدا. كيف والاحترام. كيف تقرأ تبرؤ الحرية والعدالة؟ دي أول مرة تحصل إن الكتاتني الدكتور الكتاتني يتبرأ من ما نسب للعريان. كيف تقرأ ده؟ أنا أعرف الدكتور الكتاتني جيدا وأعرف حصافته، وخيرا ما فعل، وأن يعتبر هذا تصريحا شخصيا يتحمل مسؤولياته الدكتور العريان نفسه. وربما كان قد قاله في سياق معين، إنما لا يعبر أبدا لا عن حزب الحرية والعدالة الذي هو في الحكم شئنا أو لم نشأ. حزب الحرية في العدالة منه رئيس الدولة ومنه كبار المسؤولين والوزراء والمحافظين، وبالتالي لا يجب أبدا أن أتصور أن هذا الحزب الذي يعبر عن مصر في هذه المرحلة تحديدا يمكن أن يصدر مثل هذه التصريحات الصعبة. وأنا أرضى بأخي وصديقي الدكتور العجل عن أن ينزلت إلى هذا المستوى من الحديث، لأنه ده يضر مصر في النهاية، ويضر الجماعة ويضر الحزب ويضر الجميع. نعم، بشكرك دكتور مصطفى الفي المحلل السياسي الكبير. الحقيقة الكلام نقل في أماكن مختلفة، يعني مثلا في صدى البلد بكلام أنه للأسف الأساتذة المصريين ما عرفوش يعلموا الإماراتيين. صح يا سيادة السفير، قول لهم أن إيران النووية قادمة وأن تسونامي من إيران وليس من مصر، والفرس قادمون وهتصبحوا عبيد عند الفرس. يعني ما عرفش دقة يعني الكلام نقل في كل موقع على حدة، لكن الجملة اللي التي نقلتها كل المواقع بوضوح هي أن كونوا ملوكا في التعامل مع العرب وليس عبيدا مع الفرس. نخرج فاصل ونواصل هذه الأخبار. نواصل متابعتنا لخبر تصريحات الدكتور عصام العريان وما تثير من جدل سياسي. ومعي على الهاتف من الإمارات دكتور سالم حميد رئيس مركز المزمال للدراسات والبحوث. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. يعني كيف تلقيتم في الإمارات تصريحات دكتور العريان وما قاله بعدها رئيس الحرية والعدالة بأنه يعني لا علاقة لهم بهذه التصريحات؟ والله هذه التصريحات قوبلت بامتعاض شديد وباستهجان كبير من أبناء الإمارات، حتى من أبناء الجالية المصرية أنفسهم في دولة الإمارات استهجنوا تلك التصريحات، وقالوا ما تخدوش كلامه ده لأن ده إنسان عريان، يعني بالمصري هم تكلموا معانا بالمصري وقالوا ده واحد تاخده كلام واحد عريان. فنحن في الإمارات يعني هو تلفظ بكلام غريب وعجيب وبكلام لا يقبله المنطق ولا العقل، وعندما قال أن نحن سنكون عبيدا للفرس، يعني هل هذا الكلام يطرح على المجلس؟ عفوا
يعني كلام وشخص ودكتور وإلى آخره يعني يتلفظ بكلام يخالف المنطق. يعني نحن في الإمارات أنا لن أتكلم يعني عن يعني عليه قبل أن الدكتور العريان قبل أن يتلفظ بكلامه عليه أن يدرس يعني موازين القوة في المنطقة. يعني إذا أتكلم عن الجيش الإماراتي، الجيش الإماراتي سلاح الجو الإماراتي قادر على شل سلاح الجو الإيراني في غضون 6 ساعات. إذا الجيش الإماراتي أراد أن يدمر إيران قادر على تدمير إيران في غضون 48 ساعة بالضبط. طيب يعني سنتحدث عنها. هل تعكس هذه التصريحات توتر في العلاقات بالذات بين جماعة الإخوان المسلمين وبين دولة الإمارات؟ نعم نعم نعم، يزيد من حجم التوتر ويزيد من حجم يعني نحن كإماراتيون يعني مصر دولة عزيزة على قلوبنا، ويعني نحن لسنا سعيدين يعني بما يحصل الآن في مصر ومن حكم الأخوان على مصر. يعني منذ أن استلم الأخوان الحكم على صمامة ماذا قدموا بعد مرور سنة كاملة؟ طيب يعني نعم ربما ما يعني ما جعل هذا الحديث يكون موجود تحت قبة مجلس الشورى هي قصة المعتقلين المصريين في الإمارات بتهم الخلية إرهابية. ماذا حدث لهؤلاء خاصة وأن المعلومات لحد دلوقتي أن ما فيش لائحة اتهام يا فندم؟ نعم سيدي، عندما قامت الخارجية المصرية بإرسال وفد مصري للتحدث فقط عن الخلية الإخوانية المصرية من أجل محاولة إطلاق سراح الخلية الإخوانية المصرية في مصر، وتركوا يعني هم تحدثوا عن هؤلاء أتباع الخلية الإخوانية ولم يتطرقوا إلى أكثر من 300 مصري معتقل بسبب ظروف مالية. ماذا قدمت الإمارات؟ بماذا ردت عليهم دولة الإمارات؟ قام الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات بإطلاق سراح 103 مصريين، وقام بتسديد مديونياتهم من حسابه الخاص. كان هذا رد الشيخ خليفة على الإخوان المسلمين. هل هذه التصريحات، أولا طبعا حزب الحرية والعدالة تبرأ من هذه التصريحات وقال أنها لا تعبر عنه ولا تعبر إلا عن الدكتور عصام العريان، هل حضرتك بتتوقع أن هذه التصريحات قد تؤدي لتصاعد أو يعني لتعقيد العلاقة أكثر بين النظام المصري والنظام الإماراتي؟ نعم أتوقع هذا وارد، وكما ذكرت يعني حتى أن على المستوى الشعبي في الإمارات أن الشعب الإماراتي يطالب الخارج الإماراتي بإعادة نظرها فيما يحصل الآن. طب يعني في مطالبات يعني أنا شايفاها على صحف جلف نيوز بتصعيد يعني مش عايز أقول قطع العلاقات، يعني هذه علاقات بين شقيقين الحقيقة دولة مصر والإمارات يعني طول عمرهم علاقات وثيقة، يعني توقعاتك إيه يا دكتور؟ نحن حربنا يعني يعني هذا أتكلم بصريح العبارة، نحن حربنا ليست مع مصر وليست مع الشعب المصري. يعني حتى مؤخرا كان المغردون على تويتر يعني يغردون بصورة للشيخ خليفة وهو يتبرع بدمه للمجاهدين المصريين في حرب 73. يعني هذه دولة الإمارات إذا كانت في 73 وكانت يعني دولة حديثة يعني الاستقلال، يعني هذا ما فعلته لمصر. يعني هي علاقات وثيقة الحياة بين الدولتين بخلاف وضع الإخوان، هذه علاقات يعني وثيقة بين الشعبين وبين الدولتين. أنا بشكرك. الإخوان هم من يتسببون الآن في تدمير هذه العلاقة. أشكرك دكتور سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والأبحاث. العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي دي علاقة يعني قديمة جدا، مصريين كتير هناك، استثمارات إماراتية كتيرة هنا، منطقة الشيخ زايد دي معمولة باسم الشيخ زايد، يعني في علاقات وثيقة مش هيجي يبوظها لا الدكتور عصام العريان ولا الحرية والعدالة ولا الإخوان ولا أي حد خالص،
يقدر يجي يفسد هذه العلاقات. الحرية والعدالة تبرأت من هذه التصريحات، اتصلنا بالحرية والعدالة رفضوا التعليق، اتصلنا بالخارجية رفضت التعليق. حبينا بس ان احنا نقول لكم ان احنا حاولنا يكون معانا كل الاطراف والاطياف. وقتنا خلص. الشورى النهاردة كان بيناقش مخصصات الرئاسة وبيتكلم ان الدكتور مرسي مرتبه 29,000 جنيه اعتقد، وماذا عن انه منح نفسه كل النياشين والاوسمة. ما النياشين والاوسمة دي بفلوس، ف 29,000 جنيه دي يعني الحقيقة غير منطقية. لكن موازنة الرئاسة هذا العام التي تناقش تحت قبة مجلس الشورى هذا العام هي اكبر من موازنة الرئاسة قبل الثورة، هي اكبر من يعني السنه دي هم طالبين كانوا 400 وحاجه، وصلت ل 330. قبل الثوره كنا بنتكلم على موازنه 2010-2011 كانت 260 مليون. الغريب ان هم طالبين 600,000 جنيه زياده علشان المواصلات. مواصلات ايه؟ عربيات الرئاسه ال 41 عربيه اللي بتلف حوالين الدكتور مرسي بتاخد 600، عايزين بتاخد طبعا بنزين 95، وبالتالي لما تشال الدعم فهم طالبين 600,000 جنيه زيادة عشان البنزين، عشان الحراسة والأبهة اللي مع الدكتور مرسي. أشكركم، أرجو أن تتابعوا حوارنا مع وزير الداخلية، وهيتكلم أيضا عن التعيينات الجديدة وإن الداخلية والجهات الأمنية لا تسأل في التعيينات السياسية، وماذا عن 30 يونيو وما تعهد به الوزير أمام الشعب المصري. قبل يوم 30 الناس كلها بتسأل يا ترى هيكون ايه دور الداخلية؟ هل هنشوف المشهد المؤلم السابق في ثورة 25 يناير من سنتين واكتر بالضبط؟ هل هنشوف مشاهد زي اللي حصلت في الاتحادية وسحل بعض المتظاهرين، ام اننا هنشوف مشهد زي اللي موجود في وزارة الثقافة دلوقتي، أو هنشوف مشاهد أكثر حيادا وأكثر انحيازا للشعب وأكثر وقوفا على الحياد بعيدا عن الانضمام لفصيل ضد آخر؟ إيه المشهد اللي هتنحاز إليه وزارة الداخلية؟ جينا للسيد وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم نسأله بصراحة وبتفصيل، ما هو موقف الوزارة وضباط الشرطة يوم 30 يونيو؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. زي ما قلت في المقدمة الناس كلها بتسأل انتوا موقفكم ايه؟ سمعنا موقف الضباط من نادي الضباط، لكن احب اسال حضرتك، وخصوصا ان في تصريحات متضاربه، مره مش هتشوفوا عسكري في الشارع ومره لا هنامن المظاهرات، ما هو موقف الداخليه يوم 30؟ والله هو يعني احنا في موقف واضح هقوله لحضرتك، وان احنا يعني انا يمكن اجتمعت بجميع الساده المساعدين والساده مديرين الامن، الكلام ده كان يوم الخميس، وأعطتهم خطوط واضحة في هذا اليوم. كان في أسس في الخطة بتاعتنا إن احنا أولا لن نكرر مشهد ما حدث يوم 25/1 و 28/1/2011، إن الشرطة هتؤمن منشآتها الشرطية، لأن الشرطة ما ينفعش تتكسر مرة أخرى كما حدث يوم 28، لأن الشرطة لو انكسرت في هذا اليوم لن تقوم لها قائمة لمدة 30 سنة قدام. وبالتالي كانت الخطة أو التعليمات الواضحة للسادة مديرين الأمن والمساعدين، وهو أننا جهاز وطني ملك لكل الشعب، جهاز مؤسسي يجب أن نعمل في إطار المؤسسات، لا ننتمي لفصيل ولا نعمل لمصلحة فصيل أو نظام، ولكننا نعمل من أجل تحقيق أمن الوطن وأمن المواطن في المجمل بتاعنا. نمرة 2، طبعا بالنسبة للتظاهرات السلمية أنا أديت يعني تعليمات واضحة بعدم المساس أو الاحتكاك بهذه المظاهرات، ولكن تأمينها يعني التأمين بتاعها إحنا طبعا حضرتك أنا أتمنى ان احنا نوصل زي الدول الديمقراطية العريقة اللي موجودة اللي حضرتك بتشوفيها في التلفزيونات، المظاهرة موجودة والشرطة بتأمنها من قرب يمين وشمال. اتمنى ان احنا نصل الى هذا
هذه الطريقة، ولكن هو للأسف طبعا أنت عارفة بيبقى فيه الاقتراب المباشر ممكن يؤدي إلى الاحتكاكات. وبالتالي احنا عاملين خطتنا على ان احنا نأمن المداخل والمخارج للتجمعات عن بعد، يعني مثلا في الاتحادية في التحرير انتوا لا بالنسبة للاتحادية وضع اخر، لان الاتحادية التأمين بتاعها كاملا هيقع على عاتق الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري هو اللي هيأمن الاتحادية، مش هتبقوا موجودين، هيبقى ليه نطاق في داخل القصر ونطاق خارج القصر. هل الشوارع هتغلق المحيطة ب دي؟ انا هم هيتولوها بمعرفتهم كيفية التأمين بالنسبة اللي احنا اتفق على ان تأمين الاتحادية داخل وخارج بتاع الحرس الجمهوري. لكن انتوا مش هتبقوا موجودين في الاطار في الشوارع المحيطة؟ احنا هنبقى متواجدين برضك متمركزين عن بعد عشان ما يحصلش تعدي او يحصل احتكاك او اقتتال زي ما بيقولوا لو جه فصيل ضد فصيل. لكن هل مثلا في اجتماعكم الاخير للامن القومي مع الدكتور مرسي ما اتكلمتوش على اغلاق عدد من الشوارع المؤديه للاتحاديه؟ الى الان انا بقول لحضرتك ان ده متروك للحرس الجمهوري. طيب حضرتك بتقول لي هتكونوا بتحاولوا تؤمنوا بحيث ان ما يبقاش في احتكاك بين فصيل الى اخر، يعني يعني حضرتك يبقى في هيبقى في تمركزات للامن المركزي موجوده. اذا حصل احتكاكات لازم دورنا ان احنا هنخش نامن المتظاهرين ونعمل فصل ما بين الطيارين عشان ما يحصلش المشهد اللي حصل قبل كده في الاتحاد. طيب في برضو انباء عن اندساسات قد تحدث، عن ناس ممكن يلبسوا ميري، عن سيارات شرطة ممكن تكون اتسرقت في اونة سابقة ويمكن استخدامها، ومحاولة جر الشرطة لاحتكاكات مع المواطنين. استعدادات كل دي هو حضرتك يعني احنا على قد على قدر الامكان مش هيبقى فيه التواجد اللي يعمل احتكاك بيني وبين المتظاهر من في البدايه يعني. وانا اتمنى ان الكل يتوقع يعني يبقى متفهم موقف الشرطه في ان انا نازل لحمايته ونازل لتامينه ونازل لمصلحته مش نازل ضده. فارجو ان يساعدوا حتى الضباط، حتى لو حصل احتكاك يساعدوا حتى الضباط في الفصل بينهم يعني يعني ما تبقاش شرطه في النص وده بيضرب فيها وده بيضرب فيها. ان احنا ان يمكنني ان انا زي ما حصل في وزاره الثقافه يعني حصل احنا نزلنا وفصلنا بعدنا الفصيل ده عن الفصيل ده، والحقيقه ده كان موقف محترم احنا كلنا. وانا اتمنى ان ده يستمر يعني المشهد ده يستمر. اتمنى من اللي هيقوم بالمظاهره او اللي هم بيعدوا للمظاهره يعملوا نطاق ليهم في طريقه تنظيم، يعني يقسموها مربعات، كل مربع مسؤول عنه واحد، ان هو يعمل لجان نظام تحيط المجموعه بتاعته، يعني نخرج من هذا اليوم باطار سلمي يشهد له الجميع. طيب المنشآت، ماذا عن المنشآت؟ ايه المنشآت بالظبط اللي انتوا هتعملوها؟ حضرتك احنا بالنسبه لنا انا واضع خطه شامله. اولا بالنسبه لي هغلق المعابر اللي جايه من سينا. من سينا تمام حضرتك، هيبقى في خدمات مكثفه من قبلها بكذا يوم لغلق المعابر عن طريق سينا منعا من المعابر. يعني نتكلم على المعابر الرسميه رفح وكده ولا فندم؟ لا اللي على قناه السويس. اللي على قناه السويس يعني عشان اتحكم الشهيد احمد حمدي، المعابر بتاعه كوبري السلام، المعديات، منعا من تكرار ما حدث من قبل. اللي هو تسرب يعني يجي من ناحيه ثانيه على اساس يبقى العمليه، وخصوصا ان انا عندي بعض العناصر مسجونه في السجون مش عايز المشهد يتكرر مره اخرى يعني. فدي احنا مامنين فهيبقى في غلق لي باذن الله، عاملين خدمات مكثفه هناك موجوده من قبليها لفحص كل من جاي مصر. هل في نيه للحكومه المصريه لاغلاق معبر رفح في هذا الوقت؟ ده قرار سيادي انا ما لم اتدارسه او ما تطرقنا لهش يعني. غير سينا ماذا عن المنشآت؟ ما نقول لحضرتك يعني ده حضرتك انا يعني هكمل احنا هنقفل بالنسبه للخط بتاع القناه ده تأميني من ناحيه سينا. احنا عاملين برضك المناطق التجاريه والمولات الكبيره زي سيتي ستارز وكارفور والحتت في القاهره الكبرى وفي المحافظات برضك عاملين خدمات لتأمين المناطق التجارية ديت.
التأمين بقى المنشآت الهامة والحيوية، يعني زي مجلس الشعب والشورى والمجلس الوزراء، دواوين المحافظات. وإنما يعني دواوين المحافظات دي بتبقى جنب كلها جنب مديريات الأمن، فهيبقى نطاق واحد في التأمين. يعني هل هيتم تأمين المناطق الاقتصادية، البورصة، البنوك، المناطق دي؟ في البورصة والبنوك، وفي بعض المناطق القوات المسلحة بتأمنها، يعني البنك المركزي البنك المركزي بيأمنه القوات المسلحة. بالنسبة للتلفزيون بيبقى فيه قوات حرس الجمهوري معانا برضك. في مناطق، في حاجات منشآت حيوية بيبقى فيها قوات مسلحة، يعني مثلا مجلس الوزراء في تأمين قوات مسلحة، مجلس الشورى في تأمين قوات مسلحة بالإضافة لينا. يعني المناطق اللي هي الحساسة بيبقى فيه اشتراك ما بيني وبين القوات المسلحة. بعض المنشآت الأخرى بتبقى عاتق وزارة الداخلية. هناك قلق برضو من عمليات استقبال بعض من الخارجين عن القانون، يستغل هذه التظاهرات وانشغال الداخلية بأنها يعني مهتمية بعدم الاحتكاك بين المتظاهرين وتأمين المنشآت الكبرى بعمليات سرقة ونهب وجرائم جنائية. يعني حضرتك احنا عاملين حملة على مستوى الجمهورية بقالنا دلوقتي أكثر من شهر للعناصر البلطجة والعناصر الإجرامية اللي موجودة، ومحققة نتائج كويسة جدا. لو حضرتك عايز يعني في إحصائية موجودة، وعاملين حملة برضك للم الأسلحة، ضبط الأسلحة الغير مرخصة، ورش تصنيع الأسلحة الخرطوش اللي هي أحيانا بتستخدم، كل ده احنا يعني ومحققين فيه نتائج كويسة جدا. لكن يوم 30 وما بعد يوم 30، هل انتم متحسبين لاحتمالات تزايد الجرائم الجنائية وجرائم السرقة لاستغلال بعض الخارجين عن القانون، الانشغال بالحدث؟ أكيد أكيد في عناصر هتستغل هذا، واحنا عاملين حساب، عاملين حسابنا باذن الله. غرفه إن اليوم عمليات مثلا، في غرفه اداره ازمه طبعا موجوده، هتبقى السجون يا فندم. لا السجون ده قصه تانية طبعا ليها. انا جبت مساعد اول الوزير للسجون وقعدت معاه، والسجون خط احمر لا يمكن الاقتراب منه. ومن سيقترب من اي منشاه شرطيه او من السجون هيتم معاملته بحسم ووفقا للقانون. بحسم ووفقا للقانون، ووفقا للقانون. يعني مثلا يعني في مساجين خطر، هل هيتم نقلهم لاماكن اكثر امنا، لاماكن اكثر تامينا؟ هل في عمليه تحريكات؟ طبعا انا اديت تعليماتي برضك في الاجتماع ان بالنسبه للاقسام والمراكز، كل العناصر الخطره الموجوده في السجون المركزيه بتاعه الاقسام يتم نقلها للسجون العموميه. هيتم تجديد التأمين والحراسة على السجون طبعًا، والتسليح كمان، لأنه طبعًا مش عايزين كمان الضباط يتأذوا بصراحة. لا 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 طبعا طبعا طبعا، وواضح يعني أنا تعليماتي واضحة، اللي هيجي جنب سجن هيعامل بحسم وبقوة، لن يسمح باقتحام سجن تاني مرة أخرى. مدينة الإنتاج الإعلامي، والله وفي دعوات سمعتها على الفيسبوك والكلام ده، انه في ذات اليوم عايزين يجوا، هم هيجوا ان شاء الله من قبلها ينورونا. يعني في دعوات انه قبلها يحصل، اعتقد انا في قوات حاليه موجوده. بس احنا يعني كل ما نطلبه اللي هو يبقى هناك مدخل امن، احنا عايزين مدخل امن، انه يدخلنا من بوابه امنه، نخش ندخل عملنا نؤدي عملنا. انا حاجه ادخلكم لا من غير ما حضرتك تيجي تدخلنا، بس عايزين، لان طبعا المشكله ان انتوا المره الاخيره يعني كان الدفاع من الداخل، او كان التامين من الداخل وليس من الخارج. ما ده كان ليها ظرف، واعتقد ان انا شرحته، انما في تعليمات باذن الله في قوات هتروح للتامين لمدينه الانتاج، وباذن الله هيبقى في ممر امن للدخول، كل ده معمول حسابه باذن الله، ما تقلقوش. مقرات الاحزاب، انا اعلنت ان مفيش تامين لمقرات الاحزاب، كل حزب يامن المقر بتاعه، وعندي قوات موجوده في تمركزات هتبقى موجوده في بعض المناطق، بحيث لن اتدخل الا اذا حصل اقتتال ما بين فصيلين. قبل ما ارجع لمقرات الاحزاب، اذا ما اعتصم المتظاهرون اعتصموا يوم او اثنين او ما الى ذلك، يعني هل انتوا هتستكملوا تامينهم ولا ده هيبقى عمل ليوم واحد؟ لا طبعا، اي شوف حضرتك، احنا انا من يوم ما توليت المنصب عمري ما اقتربت من اعتصام سلم. لا اعتصام سلم حتى لو فئوي،
طب بس الاتحاديه حصل فيها برضو سحل للناس وحماده صابر ومش عارفه ايه والكلام, يعني كان فيها برضو بعض اللي هو ده دي او يعني انا مش عايز اتكلم في حماده صابر يعني عشان حماده صابر يعني ليه كلفيات اخرى, انما انا بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك اذا كان في اعتصام موجود سلمي من واجبي ان انا امنه ولن يقترب احد من اعتصام سلمي حتى لو طال هذا الاعتصام, لو قعد شهر مش هتدخل تفض الاعتصام. لا 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 طبعا ده. ارجع لتامين الاحزاب, هجمت بشده من الحريه والعداله عندما اصدرت تصريحاتك بانك لن الداخليه لن تؤمن الاحزاب كلها بما فيها الحريه والعداله, ومتحدثين باسم الحريه والعداله قالوا ان اي مسؤوليه عنف يتحملها وزير الداخليه. انا قلت لحضرتك احنا في قوات هتبقى موجوده في تمركزات وفي نقط حاكمه, اذا حدث اقتتال ما بين فصيلين امام اي منشاه او امام اي مقر سواء حزب الحريه والعداله حزب الغد حزب للوفد احنا هننتقل للفض ما بين المتظاهرين اللي متواجدين ومحاوله حمايه الاثنين. انما من البدايه ان انا احط قوات ثابته على مقر, اولا مش يعني انا ما عنديش القدره والقوات الكافيه لهذا, وتاني حاجه ان انا لو حطيت على حزب الحريه والعداله من واجبي ان انا احط على الوفد واحط على كافه الاحزاب, وبالتالي احنا عاملين خطه بحيث هم يعني هم اللي عايز يامن مقره يامن, احنا بالنسبه لنا بعض اذا حصل احتكاك او حصل اقتتال ما بين الطيارين احنا هننزل للفض ما بينهم وحمايه الطرفين. واحنا بنتكلم برضو الحريه ده ولا مكتب الارشاد في المقطع ده اكيد انا مش بعين على مكتب الارشاد, وانا قبل كده قلت في اكثر من لقاء يمكن مع الاستاذ خيري قلت له بعد ما تخلص انزل وروح هناك وصور, ولو لقيت عسكري تعال قول لي ان انت بتقول اي كلام. ليه دايما في احساس يعني, والحقيقه الاحساس ده بقى من الجانبين مش من جانب واحد, يعني هناك احساس من جانب الجانب المدني انك تنحاز للتيار الاخواني, واحساس من الجانب الاخواني الان انك اصبحت تنحاز للجانب الاخر. ما هي دي قدر الشرطه انك انت بتبقي موجوده في منطقه لا اليمين راضي ولا الشمال راضي. هل طلبت الحريه والعداله او طلب حزب الحريه والعداله رسميا تامين مقراته؟ لا رسمي لا, انما لما طلع التصريح تسالوا. لا هما مش تسألوا, هما هاجموا يعني. لا احمد رامي متحدث باسم الاخوان قال ان تزايد العنف سببه تخاذل الداخليه مثلا من اجراءات حمايه احمد منزل احمد حشمت, الجماعه طلعت بيان محرز قال ان الداخليه تتحمل مسؤوليه كامله اذا ما حدثت احداث عنف, دي متحدثين رسميين يعني بيهاجموا حضرتك شخصيا. يعني اتركي المهاجمه اللي يهاجم يهاجم, انا بتكلم دلوقتي في قصه انا لما صرحت باني مش هحط قوات ثابته على المقرات في تساؤلات تمت السبب, فانا اديت السبب اللي انا قلته لحضرتك. سئلت رسميا يا سياده الوزير؟ لا مش رسميا, يعني كان في تساؤلات عبر الوسائل الاعلاميه, بعض منهم تساءل في القصه دي. سئلت في مجلس الوزراء؟ لا مجلس الوزراء مجلس الوزراء انا رسالتي واضحه في مجلس الوزراء ان انا هامن المظاهرات السلمية وهأمن المنشآت الهامة والحيوية ولن أتعرض لأي متظاهر سلمي, دي رسالة واضحة واصلة للجميع, ومن سيقترب من أي منشأة هامة وحيوية بالإتلاف سوف يقابل بالقانون وبحسم. تسليح يوم 30 هيبقى إزاي؟ بتختلف يعني التسليح بيختلف بالنسبة للمنشآت الشرطية بتاعتي وبالنسبة للسجون, ده بيتم طبعا لازم يبقى في تسليح ناري وده تبقى للقانون وتسليح ناري عالي كمان مش لمنع تكرار ما حدث. بالنسبة للفصائل فض الشغب بقى في بتاع ده بيبقى تسليح غاز. هل بالفعل دخلت مصر دخل مصر عدد كبير من تليفونات الثريا مؤخرا عندكم؟ في البعض احنا ظبطناه, في البعض يعني احنا ظبطنا في المنيا يعني في سينا كتير موجود في تليفونات بتيجي وفي بيجي في بعض الرسائل وبتظبط في الجمارك. هل عندكم معلومات ان بعض تليفونات الثريا دخلت لجماعه الاخوان المسلمين؟
لا دي انا يعني تحديدا لا، انما انا بقول لحضرتك احنا في بعض التليفونات زبطناها في الفيوم مع مجموعه من الاشخاص، في بعض التليفونات بتزبط في شمال سيناء موجوده يعني، وهي في سيناء اكتر. سيناء اكتر. قبل ما اخرج من هذا الملف، ماذا تقول للناس عن يوم 30؟ احنا يجب ان الجميع يتاكد ان الجهاز الشرطه جهاز وطني مؤسسي هدفه امن الوطن والمواطن، وان احنا لن نحتك او نتعامل مع اي متظاهر سلمي، بل سنحميه، وفي المقابل سوف نقوم بحمايه المنشآت الهامه والحيويه، وارجو ان الجميع يعيننا على تاديه وظيفتنا في هذا اليوم. هل في اتساق بين موقفكم وموقف الضباط في النادي؟ ضباط اصدروا موقفهم امبارح في النادي، برايك ايه في موضوع النادي ده؟ شوفي حضرتك، هم قعدوا يطلبوا هذا الكيان من كافة الوزراء السابقين، ويمكن ان انا اول وزير وافق لهم على هذه الفكرة لاقتناع بها. بالاضافة ان انا عايز يعني قبل ما امشي، عايز الجهاز بتاعنا اولا يبقى جهاز قوي بافراده وبظباطه، انه جهاز يتحول الى جهاز مؤسسي لا يتبع للنظام، ولكنه يتبع يبقى ملك الشعب وتحقيق امن الشعب. جهاز ما يتأثرش بقى النهارده الاخوان موجودين ابقى تبع الاخوان، بكره التيار الليبرالي جه ابقى تبع التيار الليبرالي، لا ابقى زي الدول المتقدمه زي امريكا مثلا، الجمهوريين جم السي اي اي موجود زي ما هو، ده الجمهوريين وصلوا للحكم نفس الكلام. الواحد نفسه يصل الى هذا المفهوم ووصلوا للشعب كله، احنا مش تبع نظام، احنا تبع مؤسسة امنية زينا زي قوات المسلحة، همنا الاول والاخير هو تحقيق امن المواطن وامن الوطن. سيادة الوزير، يعني يمكن بس قبل ما اخرج من هذه النقطة، يعني الفكرة انكم تبع نظام، او ان حضرتك بالذات كوزير كنت تبع نظام، جاءت من تأمين الارشاد بشكل يوم المقطم، التأمين اللي كان معمول على ثلاث حواجز، من عدم تأمين مدينة الانتاج، من اللي حصل في الاتحادية، هذه التراكمات الحقيقة هي التي اثارت في اذهان الناس ان وزير الداخلية الجديد اللي هو محمد ابراهيم جاء لينفذ اجندة الاخوان. طب انا اقول لحضرتك، اعتقد انا موضوع الاخوان الـ 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 الارشاد انا شرحته اكثر من مره. احنا انا جت معلومات ان في احتشاد من التيار المدني وهيعملوا فاعليه عند الارشاد في هذا اليوم. انا لقيت بردك في احتشاد، او هيتم احتشاد الاخوان قدام المقر عشان تامين المقر وخشيه من حرقه، وخصوصا ان هو قبل كده كان طلعوا بعض المنقولات وحرقوها امامه. حطيت القوات بتاعتي على اساس ان انا ابقى عامل فاصل ما بين الطرفين، الكتله بتاعت الاخوان والكتله بتاعت التيار المدني. ولو رجعنا للمشهد هنلاقي في منطقه فاضيه ومصطفاف ومدرعات بصه او كراسات فض بصه للمجموعه بتاعت التيار المدني، وبالمثل بالنسبه للاخوان. واستمرنا على الوضع ده فتره، كان الامور ما فيش فيها اي حاجه، الى ان حدثت اشتباكات بعيدا عن مكان نطاق خدماتي، واعتقد انها استمرت فتره يمكن لغايه الساعه 10 بالليل. لم اتمكن من ان انا، لان انا عشان كنت اطلع لازم اخش وسط المتظاهرين التيار المدني، ولو دخلت وسط التيار المدني هيحصل مشاكل، وممكن يجوا هم يتعرضوا لسياره من الميكروباصات المدرعه، يحصل زي ما حدث اي في اي مشهد ويجي اللوم على الداخليه. فيوميها يمكن بدات اتحرك لما حصل المشهد اللي في الجزيره مباشر بتاع العشرين اللي كانوا في الفيلا والعيال بيضربوا عليهم بالبلوتوف، فخليت القوات عشان ما تحتكش برضك من المنتظرين لفوا عن طريق الكورنيش، فوصلوا متاخرين لاخر لحظه قبل ما طلعوا المجموعه اللي موجوده. انما انا نزولي ما كانش لتامين الارشاد يا فندم، ده انتوا كنتوا نازلين عاملين ثلاث حواجز، احنا كنا شايفينهم ثلاث حواجز. انا قلت لحضرتك سببها. ايوه، ما يعني انا اقصد ان الداخليه تستطيع ان تؤمن المكان. طب سؤال تاني. اذا ارادت. طب سؤال تاني. ده ما حصلش مثلا مع مدينه الانتاج. هقول لحضرتك سؤال اخر. لو انا تركتها وما نزلتش خالص، وحصل اقتتال كما حدث في الاتحاديه وماتوا 10،
طب كان مش في لوم على الداخليه؟ لا تمام امن، بس الفكره انك بنفس القدر التامين ما أنا قلت نؤمن كل الاماكن. انا قلت لحضرتك بالنسبه لموضوع الانتاج الاعلامي كانت القطه موضوعه ان التامين من الداخل ومن الخارج، وبعدين وانا استمريت لغايه الساعه 10 بالليل والقيادات اللي موجوده هناك ما زالت بتقول لي ان التامين تمام والامور تمام، لغايه لما الاستاذ ضياء رشوان اتصل وقال لي ده حصل تعرض لبعض. احنا عربياتنا اتكسرت، ما كناش عارفين ندخل ودخلنا سرقه. ما انا اقول لحضرتك انا فوجئت بهذا الموقف، فبدون تفكير قلت له 10 دقايق وطلعت على هناك، لقيت قالهولي صح، فكان ليا موقف مع القيادات اللي موجوده وطلعت القوات كلها بره. واعتقد تاني يوم لو شفت المشهد في التامين اعتقد كان مختلف. وده المشهد اللي هنشوفه يوم 30؟ هتشوف اكتر منه او يوم 28 اكتر منه. اسمح لي اخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار ونسال الوزير عن الجهاد ودعوات الجهاد في سوريا، ماذا سيفعل من العائدين من سوريا بعد ان يعودوا. سيادة الوزير، هناك دعوات مؤخرا من عدد من التيارات الدينية بالجهاد في سوريا، بل إن مساعد الرئيس الأزاز قال أن مصر لن تحاكم ولن تحاسب ولن تتعاقب العائدين من سوريا، والناس حرة تروح تجاهد أو وترجع، يعني لن تحاسبهم. هذا يختلف تماما عن السياسة الأمنية المصرية السابقة فيما يختص بالعائدين من أفغانستان، من الشيشان، من باكستان، كان دايما هناك ترقب لهؤلاء. هو حضرتك طبعا في الفترة الأخرانية في الأحداث اللي موجودة في سوريا في بعض العناصر الجهادية تسللت لسوريا عن طريق تركيا، وهم إلى الآن ما فيش عودة لأي أحد، إنما طبعا إحنا بالنسبة للجهاز عندنا إن وقت العودة أكيد لازم هتتم المتابعة، وأي نشاط هيبقى فيه ضرر على الأمن القومي المصري لابد من محاسبته وفقا للقانون. هل عندنا حصر بالأعداد؟ مش تحديدا الذين ذهبوا، يعني احنا سمعنا مثلا 3000. لا تحديدا ما يعني مش هتقدري، لان اصلا ما بيطلعش على سوريا، بيروح تركيا ومن تركيا على سوريا. لكن العائدين من سوريا هيكون موقفهم ايه؟ متابعه فور العوده، متابعه اي نشاط ضرب الامن القومي المصري هيتم محاسبته بالقانون. طبعا حضرتك عارف ان ممكن برضو تصدير الافكار الجهاديه والافكار الارهابيه، وده موجود حتى في سيناء. يعني طبعا موجود في جماعات تكفئة، احنا في كذا حاجه في سيناء. هل صحيح ان تم رفع اسماء عدد كبير من ترقب الوصول اللي كانوا موضوعين على ترقب الوصول ممنوعين من السفر، طلب منكم رسميا رفع هذه الاسماء؟ لا احنا خلي بال حضرتك ان في 13 جهه بتدرج، مش الداخليه فقط. احنا بالنسبه لنا احنا رجعنا بعض المدروجين على القوائم، اللي اصلا زال سبب الادراج بتاعهم حذفناه من يعني الادراج. يعني ايه زال سبب الادراج بتاعه؟ يعني مثلا حضرتك واحد مطلوب ظبطه واحضر، تمام، وانتهى الظبط بيتشال. واحد مطلوب في قضيه، واحد مطلوب في متابعه نشاط، ده بيبقى موجود. البعض بيزول سبب الدرج فبيتم حذفه. لكن يعني كان في عدد كبير من المطلوبين كانوا على ذمة قضايا وكانوا هاربين من أحكام وكانوا في نشاطات إرهابية، الآن هذه النشاطات لم تعد إرهابية. هو حضرتك خلي بالك أن اللي رجعوا من برة تم وصولهم أمام القضاء، مش هو جه أنا اديته عفو، أنا لا أملك العفو، الرئيس بيمنحه العفو. لا بس كل العناصر اللي جت من الخارج دخلت على قضايا أمام القضاء المدني، والغالبية أخذوا براءات وطلعوا. من عدة أيام كان في وفد كبير لحماس في مصر في المكتب السياسي، ومنهم عدد من كتائب القسام، عدد منهم كان ممنوع من السفر يا فندم وممنوع من دخول مصر، دخلوا إزاي؟ لا أنا لا أعتقد أن هم متواجدين دلوقتي على أساس عملية المصالحة، ودول دخلوا رسمي من المنافس بتاعتنا. بس ما فيش حد ممنوع. لا ما فيش حد ممنوع. بعض الأسماء لم تكن ممنوعة. لا 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 ما فيش عندي أنا، يعني أولا لو في حد ممنوع ما مش هيخش.
الجوازات هتمنع؟ لم يطلب منكم رسميا رفع بعض اسماء الكتائب القسام، اعضاء في كتائب القسام من من رفع الرفع من المنع من السفر؟ لا لا لم يحدث، لم يحدث. انا قلت لحضرتك من هو مدرج وما زال سبب الادراك قائم هتلاقيها موجودة على الطلاق. لو حضرتك اديتيني اسم دلوقتي قلت لي فلان بالتليفون اقول لك لا مدرج. هل لسه بتستشار الأجهزة الأمنية وبالذات أمن الدولة أو الأمن الوطني الآن بيستشار في التعيينات السياسية؟ يعني هو من بعد الثورة؟ لا من بعد الثورة؟ لا لا لا. قبل الثورة قبل الثورة كان بيستطلع رأي الأمن الدولي، من بعد الثورة القائمين على الحكم بدأوا يجنبوا الداخلية من هذا يعني صدق. مثلا ان يعين محافظ كان خارج يعني مرفوض من الداخليه، او يعين محافظ عضو في الجماعه الاسلاميه التي قتلت الضباط في اسيوط والتي قتلت السياح في الاقصر. يعني ما فيش تقارير امنيه على الناس يا فندم ولا ايه؟ لا مش ما فيش، هو لما بيستطلع الراي اعتقد ان هو بيستطلع بعض الجهات المخابراتيه وبيستطلع رأي بعض الجهات زي الرقابة الإدارية زي الكسب غير المشروع، الجهات اللي هي من ناحية الذمة المالية. بالنسبة للبتاع بيعتمد على الجهات المخابراتية الأخرى. يعني هو المهم ما يكونش سرق أو حرامي أو كده، مش مهم بقى أمنيا هو كان عضو في خلايا إرهابية كان عامل دوناس، الحاجات دي ما بقتش مهمة. ما أنا بقول لحضرتك إحنا بالنسبة لنا في الداخلية كان هذا النظام قائم ما قبل الثورة، يستطلعوا رأي الداخلية عن طريق أمن الدولة. هل أنتم ما بتعترضوش بتقولوا يا جماعة يعني هذه دولة تحكم فقط برجال دولة مش تحكم برجال إرهاب سابقين؟ إحنا بنعطي النصيحة ولا نملك القرار. هل انزعج رجالك في الأمن الوطني عندما حوصروا من التيار السلفي من عدة أشهر؟ والحقيقة كان موضوع مؤلم جدا بالنسبة لرجال الأمن الوطني على ما أنا أقول لحضرتك. بالنسبة للدعوات اللي تم، هو طبعا يعني هي ليها أسباب. جهاز الأمن الوطني تعرض من بعد الثورة لعملية تجريف، وتجريف غير حرفي، وكان المقصود منه يعني الإنهاء على هذا الجهاز. الداخلية لا يمكن تستغنى عن هذا الجهاز، ده عقل الداخلية، لأن الداخلية جناحين، أمن سياسي وأمن جنائي. الأمن السياسي يعني أصابه ما أصابه، وبالتالي أنا لما جيت لقيت فيه ضعف شوية في الجهاز، فبدأت أقوي في هذا الجهاز، بدأت أدخل عناصر تانية، بدأت أحاول إن أنا أنمي في الإدارات بتاعته بالتنسيق مع وسعد الوزير للأمن الوطني. يعني هم اختلقوا قصة إن إحنا بنستدعيهم وبنستدعوهم تيارات السلفية والكلام دوت. هل فعلا كان في اعتقالات زيادة أو تحقيقات زيادة مع هذه التيارات السلفية؟ حضرتك الأمن الوطني دلوقتي مجرد إن هو يعني الخلية الإرهابية اللي ظبطت أخيرا مدينة نصر، غير مدينة نصر بتاعت اللي كانت بتعد لتدمير بعض الناس في بعض السفارات. نعم. دي معلومة جابها الأمن الوطني بالتعاون مع بعض المخابرات الخارجية واللي نفذها الأمن العام. الأمن الوطني أصبح بيجمع معلومة وبيديها للأمن الجنائي واللي بينفذ الأمن الجنائي. تمام حضرتك؟ انزعج رجالك من هو حضرتك أنا علمنا إحنا علمنا إن موجود دعوات للاحتشاد قدام الأمن الوطني. ليه ما دفعتوش عنه زي ما دفعتوا عن الإرشاد يا سيادة الوزير؟ أقول لحضرتك المكان بتاع الأمن الوطني هناك مكان مفتوح من كذا، أكثر من شارع وأكثر من اتجاه، انك عشان تحكمي احكام سيطرة كامل موجود، كان هيحصل احتكاكات من قبل ما يعملوا حاجة، وبالتالي كان هيفضل يقول ان انا جاي سلمي وانت ضربتني، انا جاي سلمي وانت سحلتني. تمام؟ دي كرامة الامن الوطني وده جهاز دولة يا فندم. اتفضل. احنا اجتمعنا، جبت كل المساعدين وجبت مساعد الامن الوطني واتفقنا على ان كل قوتنا تبقى في الداخل، على اساس ان اللي يجي عندنا في الداخل ده خلاص بقى يبقى هو حضرتك مستني برضه لما يخش في الداخل ده تبقى كارثه. لا ما انا اقول لحضرتك، فهو جه وقف وقعد يهتف وحصل اللي حصل، بمجرد ما حاول ان هو
يقترب من الباب في 3 دقايق كنت مصدر توجيهاتي بان المدرعات تطلع وتفض الجميع. واعتقد ان هم ما خدوش 3 دقايق وما فيش كان ولا واحد في الشارع. بصراحة اعتراضت لدى الجهات السيادية ولدى الرئيس ولدى مجلس الوزراء، هؤلاء هم الأهل والعشيرة، دول ناس يعني قريبين من الحكام، قريبين من الرئيس وقريبين من الحزب الحاكم، قلت لهم ما يصحش. حصل. وكان الرد انها مش يعني مش هتتكرر. وخلي بالك بردك ان 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 الجامعات كتير، ومش الرئاسة مش مسيطرة على كل التيارات اللي موجودة. يعني السلفيين دول اكثر من فصيل، وكله في الاخر بينطوي او بيخضع تحت نطاق السلفيين. هناك السلفيه الجهاديه، وهناك السلفيه المعتدله، وهناك السلفيه التبليغ والدعوه، كل دول انواع من السلفيه، مش فصيل واحد. بمناسبة الجماعات، لما شفت المشهد في استاد المغلق منذ ايام لنصره سوريا، انزعجت كرجل امن، مش كوزير، انزعجت كرجل امن، قلقت من التحريض من فصيل على اخر؟ لا يعني انا ما خدتهاش من هذا، يعني لو خدتها من انهم، انا ما خدتهاش من ناحيه ان هو يعني احتمال من الباطن، دي الوجهه او دي ده المقصد، انما انا خدتها انها فاعليه مدعو لها لمناصره الشعب السوري. يعني وقتها ما فيش كانت خروج على ما كانش فيه تهديد صريح، بس ما قلقتش كرجل امن؟ انت بتقرا اكيد، يعني سامع الدعوات والكلام عن الواهمين والكلام عن الدعوات على الناس اللي هتنزل يوم 30، ما قلقتش من هذا التحريض؟ انا حضرتك انا يمكن بانادي من الطرف الاسلامي السياسي، ما زلت بانادي فيهم حته ما فيش داعي ان يبقى فيه تواجد يوم 30 منهم في الشارع. وإذا حصل تواجد منهم وحصل احتكاك، أعتقد إن إحنا هنبقى في موقف صعب للغاية، وهنخش فيه أتون حرب تبدأ نقدر نقول نبقى زي البلاد المجاورة. يوم 21 في تظاهرات من التيار الموالي الدكتور مرسي، يعني للحشد الديني والحشد الإسلامي، هتكون دوركم فيها؟ أنا بأنادي الشعب المصري إن كل يتعقل. لو أنا كطيار إسلام سياسي دعيت لاحتشاد يوم 21، أرجو أن الطيار المدني ما يدعوش في نفس التوقيت. إذا الطيار المدني دعا يوم 30، أرجو أن الطيار الإسلامي السياسي يحتجب في هذا اليوم، حقنا للدماء ما بين الطرفين. كثير من الضباط اللي بتكلم معاهم يشعرون أنهم ما بياخدوش حقهم. حقهم بمعنى إيه؟ بيتقتل منهم ناس في نسينة، الشباب اللي اتخطفوا وما تمش القبض على الإرهابيين، وحسميهم إرهابيين مش هسميهم خاطفين. هناك شعور أنه دمهم بيروح حاضر. شوفي حضرتك، تأكدي أن جموع الضباط كلهم في إصرار تام للتضحية من أجل الوطن ومن أجل أمن الوطن. أنا الضابط بتاعي لما بيطلع يهاجم بؤرة إجرامية، مش طالع لمجد شخصي، طالع من أجل أمن المواطن والوطن، وبالتالي هناك احتماليات للخسائر. بؤرة إجرامية ماشي، ما أنا يعني احتكاك ماشي، ما أنا طب ما هو أنا برضك في سينا كده. لا، أبو شقرة مات يعني قتل. ظروف أبو شقرة إلى وقتنا هذا طول وإحنا قاعدين لسه ما وقفناش على الحقيقة فيها. أبو شقرة دي مجموعات كانت موجودة لتنفيذ مهمة محددة، وكانوا متواجدين في مكان مؤمن، ولكن هو خرج عن نطاق هذا التأمين، تمام؟ وكان بمفرده، فحدث ما حدث. هل اللي حصل ده كان ناس كامنة ليه وحصل اللي حصل؟ هل بالصدفة؟ إلى الآن إحنا ما لن نتوصل إلى تحديدا كيفية اغتيال. هل فعلا كان في تسريب من داخل البعض؟ أنا قلت لحضرتك إلى الآن، إلى وقتنا هذا لم نصل إلى الحقيقة كاملة، ولكن أنا بعد وأنا وعدت والده أن بإذن الله لازم نصل ليهم، ولازم نقتص، ولازم ناخد حقنا. بس يا فندم، يعني 6 ولا 7 جنود اللي اتخطفوا حتى هذه اللحظة ما نعرفش يعني ولا قبضنا عليهم، وهناك شعور كده أنه خلاص عفى الله عما سلف، خليكم مكانكم وإحنا مكاننا. أنا أقول لحضرتك، سينا من قبل الثورة، من احنا واجهنا الارهاب ده اكثر من مره، واجهناه في التسعينات
حضرتك مصاب اساسا يعني واخد طلقه في هذه القضيه. يعني احنا واجهناه في التسعينات اياميها كنت انا رئيس مباحث هنا، وياما سقط منا شهداء وياما سقط من المواطنين شهداء. وبعدين جينا في الالفينات جينا دخلنا في موضوع سيناء وجبل الحلال، واعتقد ان احنا مات مننا ضباط كتير. لما نيجي نشوف سيناء بقى بعد ما 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 الشرطة اختفت عن المشهد يوم 25/1 واصبحت الشرطة يعني مكسورة لفترة معينة الى ان حدث يعني اختطاف الجنود الضباط الثلاثة مع امين الشرطة اللي موجود. دي كانت في فترة الشرطة مش موجودة 2011 ما كانش موجودة الشرطة. تمام. ما كانش فيه شرطة، وبالتالي ملف الضباط المختطفين تأخر كثيرا، قعد فترة. الملف ده لو كانوا تم الشغل فيه بجدية من اول يوم كنا وقفنا، ما كناش دلوقتي في المتاهة اللي احنا فيها. طب بمناسبة ملف الاربع ضباط المختطفين بقى ايه اخر المعلومات؟ يعني حضرتك قلت لي حضرتك السيدة زوجته شيء قلت لها ان هو اعتقد انك عارف انه كان حي، وبعد كده عندنا معلومات اخرى ان هما ربما يكونوا قتلوا. انا اول لما جيت وتوليت المسؤولية انا مبقاليش 4-5 شهور كنت بعيد عن هذا الملف. اول لما جيت كان طلبوا من زوجاتهم واهليهم ان هم يتقابلوا معايا، قابلتهم سمعت منهم الموضوع، بدأت اجيب الامن الوطني واجيب الامن العام افهم منهم القصة ايه في هذا الموضوع. طلبوا مني ان انا ارتب لهم زيارة او مقابلة مع رئيس الجمهورية. حصل الكلام ده وتقابلوا معاه وابدوا ما ابدوه في هذا الموضوع. بعد كده لما طلعنا انا بدأت انشط عملية المعلومات من الاول، بس يعني انت حضرتك تلاقي ان احنا بنشتغل فيها بعد مضي 2.5 سنين تمام من الحادثة، واحنا عندنا فنيا الحادثة لما بيبدو عليها وقت بتبقى صعبة، بيبقى فيها صعوبة. فكان في كلام بيجي ان هم متواجدين ومتواجدين في الجانب الاخر. تمام حضرتك؟ لما هم كانوا موجودين عندي وقلت لهم في ترديدات بتقول انه استشهد، وفي ترديدات بتقول ان هم متواجدين، ولكن لا انا اقدر ارجح دي ولا ارجح دي. لو ارجح ان هم موجودين هجيبهم لكم، ولو ارجح ان هم استشهدوا لازم اجيب الرفات. هل ابلغتم من حماس يا فندم ان هم قتلوا؟ لا يا فندم بقول لحضرتك اتفضل. فكان الكلام اللي موجود ان هم متواجدين، والامن الوطني مشي في القصه ديت وقال لي لا الاحتماليات الخطوط بدات تقفل. جاء تردد ان ابو مرزوق من الناحيه الثانيه بيقول ان هم قتلوا في ذات اليوم اللي اتخطفوا فيه وان هم مدفونين في احد المقابر. قلت لهم تواصلوا معاه بالنسبه للامن الوطني يعرف لنا ايه الحكايه. يعني حصل اتصال ما بينه وبين الامن الوطني واكد هذا الكلام. تمام حضرتك؟ فاحنا قلنا طيب لا يبقى احنا عايزين فين المقبره اللي موجوده؟ وهو اضاع هو قال هو قال الكلام يا ابو مرزوق يعني موسى ابو مرزوق من حماس يعرف عن جنودنا اكتر ما احنا نعرف يا سيادة الوزير. ما انا بقول لحضرتك ده ملف موجود كان قديم، واحنا لما جيت حماس وتردد هذا الكلام. هو في معلومات بتقول هذا، في معلومات عند الاجهزه المخابراتيه بتقول الكلام اللي انا بقوله لحضرتك، انما انا ما اقدرش اجي اجيب اهله واقول له ايه اعتبر ابنك شهيد، هيقول لي فين الرفات. احنا شغالين على الحته دي. طيب. احنا شغالين على ان احنا نتوصل تحديدا فين، او نتوصل الى دليل اكيد يقول يحل اللغز اللي احنا موجودين فيه ده. الضباط في نادي الضباط بالامس قالوا ان هم بيمهلوا الداخليه اسبوع، وانه لو مش كده هيقبضوا على كل افراد حماس في يعني ده انفعال وانا مقدره وباذن الله يعني هنصل لنتيجه في هذا الملف. طيب ما هو احنا خايفين زي ما قدم ملف الضباط اللي اختطفوا دول اللي مش عارفين لهم اثر، يقدم ملف الـ6-7 ضباط اللي اختطفوا في سيناء واللي تم تعصيب عيونهم. ما هو ده كله هيقدم. لا لا حضرتك برضه خلي بالنسبه لي انا يعني اشرح لحضرتك سيناء. سينا بعد زي ما اكمل كلامي ان بالنسبه لي لما حصل اللي حصل في بعد الثوره بدأت الأنفاق اللي موجودة، بدأت سهولة الحركة ما بين الجانبين، بعض العناصر انتقلت من هنا ومن هنا، بعض البؤر بدأت تتكون سواء الجهاديين سواء السلفية التكفيريين، بدأت في بؤر موجودة في المكان اللي هناك.
الانفتاح بتاع الحدود اللي كان موجود أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الأسلحة موجودة. جزء كبير منها راح هناك. حاليا هم مسلحين بتسليح عالي، وصلوا إلى درجة من أنه ممكن يلغم طريق، ممكن الطبيعة الجغرافية اللي موجودة هناك في المكان كل دي موجودة، صعب موجودة. احنا في هناك مجموعات وتنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة، وفي مجموعات سواء قوات مسلحة أو عمليات خاصة أو أمن مركزي متواجدين، وهناك مجموعات لجمع المعلومات موجودة من كافة الأجهزة المخابراتية والمعلوماتية موجودة في سيناء. وإحنا كنا في سبيلنا، يعني إحنا أعتقد إن إحنا كنا حققنا، بدأنا في تحقيق نجاحات، أولها لما حددنا مكان السايبر العمل اللي بتاع، وجبنا الأخ اللي أزاع هذا، وتوصلنا إلى العنصر اللي أدى اللي ودى الشريط، وتم ضبطه وهو من العناصر. طيب لكن اتقتل بعدها أبو شقرة اللي كان شغال على الملف ده؟ لا، ما كنتش شغال على الملف تحديدا. احنا كنا حاطين، يعني احنا حطينا ايدينا على الاثنين دول وتم عرضهم على النيابه وحاليا محبوسين. كنا بنكمل وكان في احد العناصر الاساسيه كنا حصل استشهاد النقيب. فلما حصل استشهاد النقيب حصل نوع من الهزة. ولكن احنا كملنا في العمل، وهناك تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحه، وتاكدي ان مش هيتساب الملف، ولكن لازم يبقى في تكاتف ودعم بيننا وبين القوات المسلحه لصعوبه المكان. يعني حضرتك بتقولي ليه لازم؟ هو مفيش اوريدي يعني تكاتف ودعم من بينك وبين القوات المسلحه؟ في تنسيق بيننا، انما ساعه الحسم لسه لم تحدد، انما هتتصل، يعني هنصل للنقطه اللي لازم فيها نطهر البؤر ديت. هل في قرار بيحجم الوصول لهذه النقطه؟ لا اطلاقا اطلاقا. وقت الازمه وقبل ما يفرج او يعني يطلق سراح المختطفين، يعني مين اللي كان بيقود العمليات؟ يعني مين اللي كان بيقود على الارض؟ كانت غرفه عمليات موجوده هناك من مساعد الوزير للمنطقه وقائد الجيش الثاني، كانوا موجودين في غرفه عمليات مشتركه، ومدير الامن والامن الوطني والامن العام والمخابرات العامه والمخابرات الحربيه، كلهم كانوا متواجدين لاداره هذا الملف. خلي بال حضرتك ان تسليم الجنود او اطلاق سراح الجنود تم بعد يعني تضييق خناق شديد، بعد ما الطيارات حلقت فوق المنطقه واصبحوا او حاسين عندهم احساس ان خلاص هتبقى في عمليه عسكريه، فاطلقوا سراح الجنود. بس هناك غصه في حلوق المصريين الحقيقه، هناك يعني ما فيش فرحه باطلاق السراح بينما الارهابيين موجودين بيعبثون في الارض، يخطفوا اللي يخطفوه، يعصبوا اللي يعصبوه، ويعملوا اللي يعملوه، بعدين يرموا لنا الجنود. انا مع حضرتك ان الفرحه هتتم لما اولا يتم ضبط الجناة، وثانيا لما يتم تطهير هذه البؤر، وده قريبا باذن الله هيتم. هل قرار تطهير البؤر الإرهابية في سيناء قرار متخذ ولا قرار لسه لم يتخذ؟ لا، قرار متخذ، ولكن الوقت المناسب لم يحن. امتى الوقت المناسب بقى يا فندم؟ بإذن الله هيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، هيتم بإذن الله. اسمح لي نخرج فاصل آخر، وبعد الفاصل نتكلم عن الأمن الجنائي، أمن الناس، الناس اللي بتتخطف، السرقة، سرقة السيارات، وده أكتر حاجة بتشغل الناس في الملف الأمني. فاصل ونرجع. سيادة الوزير، 12 في الجريدة الرسمية أعتقد امبارح بتاريخ 25 مايو القرار بسماح وزير الداخلية بازدواج الجنسية لعدد من الأشخاص، منهم اثنين من أبناء الدكتور مرسي، وأعتقد نقل للدكتور سليم العوة. ليه النشر؟ وشمعنا دلوقتي يعني الناس بتتساءل؟ حضرتك خلي بالي حضرتك ان ده حق لاي مواطن ان هو يحتفظ بالجنسيتين. اي مواطن يتقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسيتين وبيقدم اوراق معينه بيتم فحصه عن طريق مصلحه الجوازات، وبيعمل قرار وزاري بالكلام ده. فتعرض عليا من ضمن 21 واحد طلب من الاثنين، وتم اعتماد القرار. انا لا املك ان انا احرم مواطن من الاحتفاظ بالجنسيتين الا لاسباب امنيه. الاسباب دي غير موجوده، وبالتالي لو حتى انا اصدرت قرار
بمنع ازدواج الجنسيه ممكن يرفع عليا قضيه ويكسبها، لان مفيش مانع. بس قانون الجنسيه تمام، قانون الجنسيه طبقا لمعلوماتي، وصلحني لو معلوماتي غلط، بيقول انه يجب التقدم قبل الحصول على الجنسيه الثانيه، يعني قبل مثلا الحصول على الجنسيه الامريكيه او الجنسيه الكنديه بيقدم يطلب الاذن بالازدواج الجنسيه. هذا لم يحدث في هذه الحاله. لا ما فيش تحديدا، ما في كتير جدا من المصريين موجودين ومحتفظين بالجنسيتين ومقدمين. لا في كتير، ازاي انا اجيب لحضرتك القرارات اللي موجوده من قبل الثوره كمان، اعداد كبيره جدا من طلبات ازدواج الجنسيه. صحيح. من حقه، من حق المواطن ان يحتفظ بالجنسيتين. بس طبقا لقانون الجنسيه المواطن عليه ان يتقدم بطلب لوزاره الداخليه قبل ما يحصل على الجنسيه الثانيه علشان يستاذن الداخليه ويقول يا داخليه انا. ليس هناك ما يحول ما بعد حصوله. ماشي، بس مفيش. لا يا فندم، ده في القانون فيه عقوبه. ما انا بقول لحضرتك ويستطيع ان هو ياخد منه الجنسيه المصريه لو المجلس الوزراء قال ذلك. لسبب لازم يبقى فيه سبب، ولكن هو من حقه ان هو يتقدم. يعني اي واحد ده بال21 حضرتك اللي تقدموا زيه يتقدم قبل الحصول على الجنسيه الثانيه بعد قبل، ومفيش ما يحيل بعد. مفيش ما يحول بعد. ليه النشر دلوقتي؟ اولا هم تقدموا امتى؟ ده سؤال مهم. تحديدا انا اتعرض عليا القرار، اعتماد القرار انا اعتقد من شهر قريب، يعني ده من شهر او شهر ونص. هم حاطين على الجنسيه من مده طويله قوي. انا بقول لحضرتك من شهر ونص. والله يعني انا السبب انا ما ببصش فيه، انا بيتعرض عليا ورق مفحوص من مساعد الوزير لمصلحه الجوازات بيقول لي ده ينطبق عليه ومديني الشروط ومديني القواعد او اللي بنى عليها رايه، فبعتمد القرار. هل حضرتك شايف ان ده ربما له علاقه بالقضيه المرفوعه عليهم دلوقتي اللي بقى لها سنه دلوقتي متداوله، فهم قرروا ان هم عايزين لكن عرض عليك فقط من شهر واحد من يعني تحديدا يعني هو اتعرض عليا. اصل هو حضرتك مش بيقدم عندي انا، هو في نماذج وبيروح يشتريها من مصلحه الجوازات في مجمع التحرير وبيتقدم بطلب زيه زي اي مواطن، بيتاخد منه الورق بيتم فحصه في الجهات المعلوماتيه وبيجي بيقول تنطبق عليه الشروط وبيتحط قرار بيضم عدد كبير. انا يوميا بمضي قرارات. يعني طب انا اقول لحضرتك انا وانا بمضي ما خدتش بالي ان في الاسامي دي موجوده فيه. انا حضرتك لو تيجي الصبح عندي انا بيبقى عندي قرارات كتيره قد كده في كله، مش الجنسيه مش جنسيه بس. عندي حاجات كتير جدا بتيجي عشان اعتمدها لازم بقرار وزاري. ليه النشر يا فندم؟ هل النشر ده من العرف من القانون؟ الـ 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 القواعد بتقول كده فبيطبقها. يعني انا بقول لحضرتك انا ما خدتش بالي ان في قرار الا لما بدا يتواردوه في الصحف من كام يوم. فاتصلت بمدير الجوازات، هو في قرار انا مضيته بشان كذا 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 كذا، راجع قال لي قرار رقم كذا بتاريخ كذا، حتى انا مش متذكر التاريخ. يعني ما طلبش منك رسميا؟ ما قالكش ان اولاد دكتور مرسي؟ لا 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 لا، هم هو تقدم زيه زي اي مواطن. ممكن مندوب راح قدم. يعني انا بقول لحضرتك يوميا انا بمضي قرارات كتير. مش غريبه ان هم يقدموا قريب وهم واخدين جنسيه؟ كون ممكن حضرتك بخصوص القضيه اللي موجوده فدي ده شغل محامين وبتاع. يعني قيل ان هذا لرفع الحرج عن الداخليه. شوفي حضرتك تاكدي لن ولم ارتكب اي مخالفه للقانون طول ما انا موجود لاي شخص ان كان في مصر. وهذا معروف عني. ما لقيتش الورقه بتاعت الدكتور مرسي انه كان في السجن؟ طب انا اجيب مصحف احلف عليه؟ يعني دعبس كده يا فندم، كنت تلاقي في الدرج اليمين الدرج الشمال. بصي انا اظن قطعتها. هو كان موجود، لا احد ينكر. تمام. اقول لحضرتك حاجه، في حاجتين ارجو ان هم يعملوا المحكمه تعملها. لو في قرار مين اللي مضاه قبل الثوره؟ لا مجلس العسكري. لا يا فندم. هيكون مين؟ وزير الداخليه حبيب العدل موجود في السجن. قبل الثوره المحكمه تنتقل وتروح لحبيب العدل تساله انت مضيت قرار اعتقال بكذا؟ هيقول اه او لا. هو هيخش ازاي يا فندم السجن؟ ما هو لازم بقرار اعتقال. بص هقول لحضرتك حاجه، ما الايام دي كانت ايام بس اكيد لا مش هيدخل جوه السجن يا فندم. اقول لك تحليلي الشخصي. اتفضل. بس ارجو ان يعني لا انا سامعاك تحس ان انا صادق. انا مصدق حضرتك. ايام الثوره يوم 25 ايام 25 واحد وحدث ما حدث في الاول، ويمكن الاخوان ما نزلوش.
فبعد كده تاني يوم تقريبا قرروا او العصرية كده قرروا انهم هينزلوا. حصل لم للقيادات في محاولة لإقصائهم عن النزول، تمام حضرتك؟ فتلمت مجموعة من القيادات منهم، تمام حضرتك، وتم وضعهم وترحلوا على وادي النطرون. اترحلوا بقى، هل كان زمان يعني كان العمل الدارج ان انا احط في السجن بجواب طالع من الامن الدولة فلان وفلان 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 وجاري موافاتكم بقرار الاعتقال، تمام حضرتك، يقوم يضعوا في السجن. تاني يوم تالت يوم يجي القرار. ده احنا كنا دارجين، يعني العمل كان دارج عقبال الوزير ما يمضي ويبدا يتصرك ويخش الشؤون القانونيه ويتراجع ويرجع يخش السجون. ممكن تكون دخلوا وحصل اللي حصل وهذا الجواب تم تدميره مع اللي حصل في السجن، وبدليل ان انا لما جيت اسال انا سالت اكتر من جهه، يعني انا سالت عندي في مكتبي في المتابعه وعملت لجنه ان هم يراجعوا كل القرارات اللي محفوظه عندنا، لدرجه ان انا راجعت المسلسل ممكن يكون في مسلسل سقط لم اجد. عملت نفس الكلام في السجون، مصلحه السجون، عملت نفس الكلام في شؤون القانونيه. ما فيش حاجه على كمبيوترز؟ ما عندكوش حاجات على كمبيوتر؟ ما هو يخش لما يبقى فيه قرار. انما انا بقول لحضرتك احتمال كبير يكون بجواب تحفظ وجاري موافاتهم بالقرار ولم يصدر. هو الهروب من السجن مش له عقوبه فيه؟ طبعا له عقوبه. هو جاء المجلس العسكري في الاول فتره كان مدي فتره زي ما بيقولوا عفو او سماح اللي يتقدم من اللي هو يبقى يقدم نفسه كان بيعفى من العقوبه. قعدت فتره وبعد كده بدا كل من يظبط بيتم محاكمته. هل لمعلوماتك الدكتور مرسي تقدم باي طلب عفو في هذه اللحظه عن انا ما بردك الامن المجلس العسكري يسال في هذا، انما انا بالامانه انا ما عنديش اي، ما كنتش موجود، يعني انا ما كنتش موجود ايام كنت حكم دار اسيوط ايام الثوره. ارجع تاني لموضوع الجنسيه، حضرتك مضيت عليه ومن غير ما تاخد بالك ان دول ما خدتش بالاسماء. فعلا فعلا ما خدتش بالك. طيب يعني لكن لو خدت بالك كنت خدت بالك كنت هتمضي بالموافقه لابناء الرئيس ان يكون لديهم جنسيه اخرى وهم ابناء رئيس الجمهوريه، يعني عايشين داخل بيت رئيس الجمهوريه، هل ده صح من الامن القومي؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه، ممكن اكون اراجع الشروط. يعني ممكن يخليني ان انا اتحسب وراجع الشروط عشان لما امضي القرار ابقى متاكد ان انا بمضي قرار سليم. انما في الوضع العادي لما بيعرض عليا من انا بقول لحضرتك انا يوميا تمام بيعرض عليا، اتعرض عليا كشف في 21 اسم كرجل امن بقى. هل تشعر ان هذا ملائم؟ انا حضرتك اول لما بقول لحضرتك سالت بتاع الجوازات ايه الحكايه، قال لي لا يا فندم ده تقدم عادي زيهم زي اي مواطن وحصل 1 2 3 واصدرنا القرار. طيب في اي مخالفه في قانونيه في هذا؟ قال لي لا ما فيش. بس يعني هذا امر، اولا هو دكتور مرسي لم يعترف اساسا ان اولاده عندهم جنسيه امريكيه، دي اول حاجه في مسوغات تقدمه للرئاسه، بس حضرتك مالكش دعوه بالقصه دي. الحاجه الثانيه ان بيت رئيس الجمهوريه به مواطنين امريكيين ولائهم وقسمهم للدستور الامريكي، انت الموضوع ده مش مقلق يا جماعه؟ مش عارفه يعني الداخليه خارج هذا العلم. القانون، طب ما حضرتك بتقول لي ده له علاقه بالقانون، القانون يبقى حضرتك وزير العدل والنائب العام، انما انا بالنسبه لي يعني حضرتك خليني في الاطار الامني، خلينا في القانون. ارجع للمره اخرى للامن العام، حالة الناس ايه؟ حالة الامن العام عند الناس؟ شوف حضرتك احنا في بداية تداعيات ما بعد الثورة وبدأنا الرجوع كان في ظواهر اجرامية موجودة كتير جدا في الشارع. السرقة بالاكراه، التثبيت على الطريق، سرقة العربيات بالاكراه على الدايري وينزلك وياخد العربية ويمضيك على عقد بيع. يمكن انا من تاني شهر لما جيت بدأنا نحط خطة لمهاجمة البؤر الاجرامية. ركزنا على العناصر الهاربة من السجون. خلي بال حضرتك احنا كان عندنا 23 و800 الف مسجون هربان. 23 الف اتمسك كم يا فندم؟ الى الان احنا ظبطنا فوق ال 21 الف تمام. يمكن احنا يعني انا ركزت جامد جدا، خلي بال حضرتك ان اللي عامل الدوشه دي في الحاله الامنيه اللي في مصر الهاربين من السجون. مفيش بؤره فعلا، مش البلطجيه الاساسيين الموجودين معانا، الهاربين
هاربين. الهاربين تأكدي ان كل بؤرة اجرامية بيتتم مهاجمتها وضربها بيبقى زعيمها هارب من السجن. زعيمها هارب من السجن. هارب من السجن بقى في مؤبدات. مؤبد واعدام ويعني عدد كبير جدا. بس احنا بنتكلم فاضل 2000 يعني ولا اقل من 2000. يعني اول حضرتك انا من الشهر اللي فات انا ظابط 447 مره واحده. لان احنا اعلنا حرب على البؤر. يعني انا عملت اجتمعت مع مساعد الوزير لقطاع الامن العام ومع ضباط الامن العام وقلنا هنعمل. عشان كده تلاقي حضرتك الفتره اللي فاتت ديت عندي حالات استشهاد كتير. ليه؟ مفيش بؤره بتنزلي تضربيها الا لما بيبقى في ضرب وتعامل بالذخيره الحيه بالسلاح كتير وبيسقط مني شهيد وهيسقط مني شهداء. يعني اذا كنا مصرين على العمل الجاد وعلى اعاده الامن لمصر وعلى اعاده الحاله الامنيه لمصر هيسقط مني شهداء. اذا كنت هتعامل وهشتغل انا وظباطي بالسلبيه والخوف مش هتلاقي شهداء. انت لما بتلاقي شهداء تاكدي ان احنا بنشتغل. تاكدي ان احنا جادين في العمل. احنا يا مدام لميس بنواجه كم سلاح ونوعيه سلاح محدش يتخيلها. محدش يتخيلها. معاهم سلاح احسن مني. هل عندكم مبادرات لتسليم السلاح ده؟ يعني اعتقد كان في مبادره في سيناء لكن مش لاقي لها اثر. ولا تنجح. انت عامله زي اللي بيقولوا انت مفخيف قربة مخرومة ولا بيقولوا عليها مقطوع. مش حد يسلم. انما احنا اخذنا لما كانش بالقوة وبالقانون ما يسلمش. هو مشتري حتة سلاح بحاجة و30,000 جنيه هيسلمها لك ازاي؟ لدرجة ان انا قلت اعديك فلوس. طب لسه في ناس بتتخطف كتير، في اطفال وناس بتخطفوا كتير، لسه في سرقه عربيات كتير. بس الحق يقال ان هناك مجهود مبذول على الارض. لا في مجهود ومحدش. واعتقد ان في بعض الحوادث الكثيره تم تحجيمها، هناك حوادث كتير تم كشف غموضها، هناك بؤر اجراميه كتير تم ضبطها وتم تطهيرها، ولكن هناك اخر موجود بردك طالب مننا المزيد. انما احنا مش واخدين الفرصة. الصراع اللي موجود السياسي اللي في الشارع ده مش مدينا احنا الفرصة. هل الصراع السياسي ده بيخلي جزء كبير من مجهودكم متجه لهذا الصراع اكتر من حماية الامن العام؟ انا اقدر اقول لحضرتك يمكن احنا شايلين كتير. شايلين المطالب الفئوية، شايلين قطع الطرق بسبب المطالب الفئوية، شايلين اللي عايز يزود مرتبه ويروح يقفل وزارة ويمنع وزير من الدخول، شايلين اللي بيروح يقفل محابس الغاز التصدير، كل ده شايلين الخط. يعني في مرة من المرات في اسكندرية المصنع الوحيد اللي بينتج بنزين الطيارات راحوا 200 واحد قفلوا، ووصل لدرجة ان انا ما تدخلتش بعد ما عملنا اجراءاتنا القانونيه وبتاع الا لما بدا المطار يصوت ان البنزين هيخلص. اضطرينا نقنن وناخد الامن المركزي والعمليات الخاصه، وكانوا بيهددوا بالحرق وفاتحين المحابس واخدين ازاز المولوتوف يضرب عشان يولع الدنيا. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ يعني انا بشعر ان الداخليه قادره انها تقدر تلم كل ده. مواطن مصري، ولكن السلوك بتاعنا مواطن خارج عن القانون. السلوك بتاعنا اختلف. في حاجات مكتسبات. يعني الوضع عند سيراميس مثلا، ما انتوا تقدروا تلموه في نص ساعة. انت عارفة موضوع سيراميس ده بيؤلمني جدا. ليه؟ سيراميس لما بدأت احنا بقالنا شهرين 8 اسابيع متواصلين لهذا المشهد. سيراميس الناس كلها اخر مرة لما دخلوا على السياح. مش عايز اقول لحضرتك ان وصل بيهم الحال ان دخلوا على السائحات. يا ساتر. داخل اوضهم يا ساتر وهم نايمين في هذا اليوم. كارثه. ولولا العمليات الخاصه دخلت جابت لمتهم كانت هتبقى في فضيحه عالميه لمصر، ولن كانت لن تقوم قائمه للسياحه مره اخرى. هي عموما متكعبله بس الحمد لله. يعني وزير السياحه له مجهود يشكر في هذا. المهم ايه؟ يعني وقف بسيراميس شويه وبدأنا نطمن الناس وبدأ سيراميس يبقى فيه إشغالات. لدرجة إن وصل الإشغال من
اسبوع كده فوق 80% هو وشبر. ايوه بس رجعنا تاني لقصه الصبيه اللي بيرموا الطوب. بدانا نظبط فيهم يعني. انا اول يعني من الجمعه اللي فاتت عشان بردك ما طفش السياح من سماميس قلت لهم اعملوا مجموعات قبض واظبطوهم واظبطوهم، مش عايز ضربه قنبله غاز واحده. وفعلا ظبطوه، ظبطنا 31 واحد قبليها بيوم، ظبط 25 واحد قبليها، الاسبوع اللي بعد اللي قبله انا كل اسبوع بظبط فوق ال 40 واحد. هل في يعني حالات قبض كثيره للنشطاء؟ يعني في في اعتقالات للنشطاء كثير؟ لا ما فيش. لا كلها باوامر نيابه. اعترض على هذا. اتفضل. اولا انا لم اعتقل اي نشط سياسي، لم اقترب من اي نشط سياسي، حتى لو في الناس منهم اللي بيصدر لهم اوامر ضبط واحضار انا ما بنزلش انفذها، هم بيروحوا يسلموا نفسهم. اعتقد يعني ده موجود وواضح، هم بيروحوا من نفسهم يروحوا يسلموا نفسهم، وكلها بناء على محاضر ونيابه واتهامات طرفين ضد الاخرين والكلام ده، والنيابه انا ماليش علاقه بيها. انما اللي موجودين يعني هقول احكي لحضرتك موضوع، اعتقد ان مفيش واحد في الشعب المصري يقبل لما يبقى في عسكري مجند سواق من حوالي شهر قاعد في العربيه وظابط من الاكاديميه عقيد رايح يقدم زي رساله الدكتوراه في الجامعه الامريكيه، والسواق موجود مستني الظابط يخلص عشان ياخده في محمد محمود، والمشهد ده الناس كلها شافته، يقوموا سبع افراد منهم بنتين يطلعوا على السواق الغلبان اللي قاعد على البتاع ده يرموا عليه بنزين والتاني يولع فيه بالولع، يقوم يتفحم والعربيه تعمل. بس دول اكيد مش يعني اتظبطوا يعني انا يعني مش عايز اقول بقى ملتمين ومش يعني عشان ما نسقطش على احد وعلى الاخر، انما احنا ظبطناهم السبعه، ظبطوا حاليا محبوسين وهيلقوا اشد انما انا بسال ليه هذا التعامل معنا؟ ليه؟ هل طلبكم بتغليظ العقوبه على الاعتداء على ضباط الشرطه في القانون، تعديل القانون يعني، ده له علاقه ب 30 يونيو ولا لا؟ لا 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 اطلاقا لا. وبعدين هو حضرتك انت فاكره ان هو هيتم اعتماده قبل 30 يونيو؟ ده لسه في اللجنه التشريعيه لاعاده يعني ممكن الصيابة. هم لو يحبوا يعتمدوا هيعتمدوا؟ لا استحاله، وهيلاقي جدل في بتواجه يعني اعتراضات كبيره داخل مجلس الشورى لما بتروح؟ انا عمري ما رحت لهم. كتير منهم معترض على اداء حضرتك بالذات عشان موضوع الظباط. انا النهارده يعني النهارده قريت في المصري مصر اليوم تقريبا مصر اليوم رافعين عليا قضيه لالزامي بالقبض على تمرد. لالزامك بالقبض على تمرد تمام، دي واحده، والثانيه ان هم بيطالبوا الرئاسه باقالتي. انا سامع ان في دعوات يوم 21 هتكون لاقاله حضرتك. يا ريت. بتشعر بايه لما بتسمع الدعوات دي؟ تحس بايه؟ ان انا اهاجم من كل الطيارات ولا بحس بالراحه ان هم يلبوها؟ انا عارفه انك نفيت كتير موضوع اخوانه جهاز الشرطه، ايه العلاقه بين خيرت الشاطر وبين جهاز الامن الوطني؟ سئلت هذا اكثر من مره. يعني انا ما منعش الامن الوطني، الامن الوطني ده يجب ان هو يتصل بكافه الاحزاب وكافه الاطياف وكافه شرائح المجتمع في مصر. كونه ان هو بيتصل باحد القيادات في جماعه الاخوان المسلمين ما يعني في اطار العمل. يعني انما العمل اللي بينهم يا فندم ممكن يتصل بالاحزاب لكن جماعه الاخوان دي اساسا مش شرعيه. لا يعني اقول لحضرتك كونه انه مثلا يتصل عايز يستفسر عن حاجه، عايز يسال على حاجه، عايز ياخد منه معلومة في حاجة، طب ما هو بيتصل بالجميع. أنا ما أقدرش أقول له تتصل بده ما تتصلش بده، في إطار عمله، إنما بما يحافظ على سرية عمله وسرية جهازه. طب هتضمن منين إطار عمله ده وسرية عمله وسرية جهازه؟ أنا أثق في رئيس في مساعد الوزير اللي موجود هناك، أثق فيه جدا يعني، أثق فيه فيه وكل الكلام المتداول إن هؤلاء هم اللي بيديروا الجهاز وإن الإخوان ما حدش فينا هيقبل هذا يعني. وان تسريب الملفات وان الملفات كلها راحت واتحرقت والملفات حضرتك الاخوان كلها ضاعت. بص حضرتك وقت اقتحام الجهاز في امن الدوله في اعقاب الثوره في بعض اللي دخلوا في ناس خدت حاجات، ولكن الاعظم اللي خدوا قوات مسلحه المجلس العسكري وبدانا نستلم واستلمنا يعني ملفات جميلة. الاخوان والطيارات كله محفوظ على موجوده فيه على السيديهات وعلى هو ورق دكتور مرسي بس اللي ضاع؟
الدكتور مرسي في الاعتقال. هو دي الحاجه الوحيده اللي مش لاقيينها، كل الملفات موجوده، هو دي بس اللي مش موجوده. ما انا بقولت حضرتك شرحتها لك ان هو ممكن يكون مفيش ما صدرش، انما انا برجع اكرر اسالوا السيد حبيب العدلي في سجن المزرعه موجود، تنتقل المحكمه وتساله زي مساله اللي هو محمود وجدي مش استدعيته. صحيح. لان اصل هقول لحضرتك حاجه، اذا كان هناك قرار اعتقال فاللي مضاه حبيب العدل، واذا كان هناك قرار افراج فاللي مضاه محمود وجدي، فانتوا معاهم بقى استف وبينهما شاطر ومشطور. اخر سؤال ليا لحضرتك، تقول للناس ايه؟ اطمنوا يوم 30 باذن الله احنا هنقوم بواجبنا كاملا، واحنا مع الشعب، وان احنا باذن الله هنامن مظاهراتكم السلميه، ونرجو انها تخرج عن العنف وتبعد عن العنف، ونرجو ان ما يحصلش يعني اذا نزل التيار المدني يحتجب التيار الاسلامي السياسي عن النزول منعا من حدوث اشياء لا يحمد عقباها، بالاضافه الى ان بجانب تامينكم في سلميتكم احنا عاونونا في ان احنا نؤدي واجبنا في تأمين المنشآت الهامة والحيوية اللي هي ملكي وملكك وملك الشعب كله. وأرجو أن في هذا اليوم أنتوا هتجدوا شرطة مختلفة، وأرجو أن ما يبقاش في احتكاك بالضباط أو المجندين في الشارع، ويعني إحنا حطينا قواعد في التعامل في هذا اليوم متفقين عليها جميعاً، من الوزير لأصغر ضابط لأصغر أمين لأصغر مجند، تمام. وأنا كانت تعليماتي واضحة في هذا، بطمن الناس بس أرجو إن 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 نحافظ على سلمية اليوم، لأن لو أنت حافظت على سلمية اليوم أعتقد إن أنت هتدي صورة مختلفة عما بيشاع أو عما يقال، ومكنني من أن أأمن المنشآت الهامة والحيوية، وارجو ان انت ما تتعرضش لقواتي او لضباطي، واعتبرنا ان احنا كلنا نسيج واحد، وان احنا منكم طبعا. ما انا ممكن الاقي حد من عيلتي في المظاهرات. سمع ان في ضباط عايزين ينزلوا كتير حضرتك، يعني احنا عندك مشكله معايا؟ هنبقى مشغولين حضرتك. انا ما كملت كمواطنين يعني. والله انا طب انا سمعت ان في منهم بيمضي تمرد. ما انا ما حسيتش حد يعني، انا دي حرية. شوفي داخل وزارتي وداخل عملي انت مطالب، ويجب ان احنا نبقى حياديين. مظبوط. يجب ان الداخلية لو انت فقدت الحياد فيا مش هتطمني، وبالتالي انا بقى اطالب كل ضباطي وكل قواتي ان احنا لا نخرج عن نطاق الحيادية مع الجميع ومسافة واحدة من الجميع، وان احنا نؤدي واجبنا زي ما احنا اقسمنا اليمين ان اؤدي واجبي بالذمة والصدق، اؤدي واجبي في هذا اليوم وفي الايام المقبلة بهذا الاطار وبهذا المنظومة، وارجو ان ان ان, إن النظرة بالنسبة للداخلية تتغير، ويبقى في تعامل من بالنطاق ان انا بقدم لك خدمة وانت تتعامل معايا باسلوب يعني ما بيحدث من تجاوزات قبل كده، أرجو أنها تنتهي في هذا اليوم والأمور تعدي بإذن الله على خير، وكل طيار يحقق ما يبتغي. أنا بشكرك ست الوزير، وبالحقيقة بشكر كل أفراد الداخلية أيا كان الخلافات اللي حصلت في السابق. لازم نفتح صفحة جديدة ونعرف ان طبعا احنا عارفين الداخلية جزء من الشعب المصري، عليها عبء كبير جدا لحماية المصريين في بيوتهم وحياتهم وفي الشارع وهم رايحين الولاد المدارس وفي عملهم، وده اللي احنا متوقعين. انا حبذل اقصى جهد في هذا اليوم عشان ما اصلش لا اصل الى المشهد اللي كان يوم 28، ان السيدات في البيوت بتصوت الحقونا عشان البلطجية عايزين يطلعوا علينا البيوت. يعني يمكن انا كنت اياميها في اسيوط، متواجد في اسيوط، مراتي كانت بمفردها في البيت في هذا اليوم،
وما تتخيليش الذعر والرعب اللي كان موجود لدى البيوت ولدى الناس. انا مش عايز اليوم ده يعود تاني على مصر، وبالتالي انا بقواتي بظباطي هنقاتل من اجل عدم عوده هذا المشهد مره اخرى لمصر ان شاء الله، ويؤمن مصر يوم 30 وما بعد. حافظ الله مصر. اشكرك شكرا جزيلا. واشكركم اعزائي المشاهدين، ده كان حوارنا مع سياده اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه. حبينا نقول لكم ماذا سيكون موقف الداخليه يوم 30، واعتقد انه بقى واضح. اشكركم، نتمنى لمصر السلامه. اشوفكم بكره، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.